أخيب حاجة في الحياة هي تكون عايش مع فوالو عليك من غير السمية والكنية، لا والدين لا عمام لا خوال لا خوت، مقطوع من شجرة. الحاجة الوحيدة اللي كنعرف على راسي سميتي مصطفى، شكون سماني الله أعلم. نهار اللي حليت عيني في هاد الخيرية هما كيعيطوا لي مصطفى، من الحمد لله لقيت ماما عايشة بعدا مهلية فينا الله يعمها دار، كتعامل معنا كاملين بحال ولادة. ماما عايشة كبيرة في اللاج تقريبا عندها شي 47 ولا 48 وباقا بلا زواج. الخدمة ديالها هي تقابل الدراري الصغار في هاد الخيرية، راكم عارفين هاد الخدمة شهر صعيبة ولكن كتاخد معنا الخاطر مسكينة. عمرني عقلت على شي نهار ضربتني ولا سباتني، وخا عمرني ما عرفت الطعم ديال العائلة كيفاش داير ديال الأسرة. كانوا الدراري اللي معايا هما الأسرة ديالي وخوتي، وأقرب وحدين كانوا ليا هما عز الدين وإبراهيم داري الله يعمها دار. عز الدين وإبراهيم يلا جاو مؤخرا ماشي بحالي أنا، أنا كنت قديم هنا وجيت وأنا باقي صغير. عز الدين نهار تعاشرت أنا ويا عاودية كلشي، قال لي أنا عندي والدي غير كاذب عليهم، غير أنا مبقيتش حامل نعيش معاهم. نهار اللي توفات الأم ديالو الأب ديالو تزوج بواحد أخرى، ما صبور ما كانش كتعامل معاه مزيان وطام مسكين يهرب من الدار وفضل الخيرية اللي يعيش مع بواه. أما إبراهيم أمو كانت غير بنت الزنقة، ما عندها لا راجل لا والو. من بعد ما كانت عايشة في شي مدينة صغيرة وغلطات مع شي واحد، خافت من العائلة ديالها وهربت لمدينة أخرى وبقات كدور في الزناقي. نهار اللي ولدات وما بغاتوش وخلاتو في السبيطار وهربت، عباتو شي مرة تكبر شوية وحتى هي ولدات وقلبات عليها وجابوا ولاد خيرية. عز الدين وإبراهيم ضايفين بزاف ومربين، داكشي علاش كانوا عزاز عليا بزاف. أغيب حاجة أنك تكون عايش ما عندك لا ذكريات لا والو. بزاف ديال الدراري عايشين معنا هنا ولكن عندهم بعدا شي ذكريات مع والديهم ملي كان صغير كانوا فرحانين بيها، أنا والو. حتى من الكنية ديالي ما عارفها شناهي. الابتدائي كنت نقرا فيه مزيان، تقريبا الأساتذة كاملين كانوا كيموتوا عليا، هادشي كامل بسبب الضعف ديالي وبسبب التمارين اللي كنخرج ديما وكنت مأدب بزاف لواحد الدرجة كبيرة. هاد المربية اللي قلت لكم سميتها ماما عايشة كانت ديما كتقول ليا والله كون كنت عايشة بوحدي فشي دار حتى نديك معايا، والله ما نخليك هنا، ولكن حتى انا عايشة مع طارنا وشبعانا مشاكل. مسكينة كانوا بين الله المشاكل في عينها، ولكن ما كانت كتجي تبرد فينا الغديد، بالعكس بحال ملي كانت كتجي لعندنا كانت كتفرغ داك الهم كامل اللي عندها بطريقة زوينة. باش كنا عايشين في الخيرية كان مرة كيجيو شي عائلة كيسولو إلا بغاو يديو شي واحد يربيو، كان ديما ماما عايشة كتخبيني وما كتبغيش توريني ليهم حيت ما كانتش كتبغيني نمشي من داك الخيرية. كنت كنحس براسي عزيز عليها بزاف لواحد الدرجة كبيرة، كانت كتعمر معايا كتر من الدراري كاملين. ماشي لشي حاجة ولكن أنا قلت لكم في الأول كنت مربي بزاف ودرويش والله يعمرها دار، ما كنضارب مع حتى شي واحد وما كنجبدش المشاكل. هادشي اللي كان ديما معصب صحابي عز الدين وإبراهيم، ديما تيقولو لي دافع على راسك صاحبي، تنقول لهم ما كاينلاش نضارب معاها، حنا في الاخر غير خوت هنايا. بعد ما دوزت مدة في ديك الخيرية واحد النهار جات عندي ماما عايشة والدموع في عينيها، قلت ليها شوف أولي كان بإمكاني نخلي شي عائلة ديك طبيك شحال هادي، ولكن والله ما سقيت بيك. الوقت غادي وكدوز أولدي وانت غادي وكتكبر، إلا بقيت شادك بحال هكا غادي نضيع لك راه حياتك، ما بغيتش نكون أنانية ونكون بحال هكا. المهم أنا شفت واحد العائلة اللي غادا تليق بيك، عائلة اللي تستاهل وليد بحالك، وإن شاء الله المستقبل ديالك مضمون. ها أنا دويت معاهم الوقت اللي بغي نجي نشوفك نجي نشوفك. كتهضر معايا مسكينة وكتشرح ليا وأنا مازال باقي صغير ما فاهم والو داك الهضرة اللي كتقول ليا. كنشوف الدموع في عينيها مسكينة ومتأثرة بزاف، كنظن الوالدة ديالي ومبكاتش عليا بحال هكا. من بعد يومين تقريبا واحد النهار كنت جالس في القسم ديالي كنقرا عادي، شوية جات عندي ماما عايشة وقالت ليا مصطفى جمع أدواتك ونوض يلا معايا. ما كنتش عارف شنو واقع ولكن جمعت أدواتي ونط لعندها. الوقيته اللي كنا غادي الإدارة كانت شادة ليا في يديا وكانت مواكلي على يديا بزاف، مع بعدنا من الأقسام مابقا كيشوفنا حتى شي واحد تحنت على الكبيرة وحنقاتني على الجهد وقالت ليا ما سقيت بيك والله ما سقيت بيك، ولكن ما عندي ما ندير حتى انت خاصك تشوف المستقبل ديالك، كنتمنى منك حاجة وحدة هي ما تنسانيش، ما تنساش ماماك عايشة. قلت لها عمري ما غادي ننساك، انت هي كلشي بالنسبة ليا، انت هي امي وبا وخوتي وصحابي وكلشي. تفرقعات بالبكم اللي قلت لها هادشي، من بعد مسكينة مسحات الدموع ديالها وكملات معايا الطريق.
وصلنا الإدارة دقات في الباب ودخلتني وبقات واقفة بعيدة. كانت واحد المرة جالسة في كرسي واقف حدا واحد راجل كيبان الناس داوش الله يعمها هذا. قلت لي داك المرة أجي ولدي أجي عندي ما تخافش. بقيت واقف وكنشوف ماما عايشة حتى قالت لي سير سير لعندها. حطيت شكا وتميت غادي عندها. عند قالتني داك المرة وبدات كتحك لي على راسي قالت لي شنو سميتك. قلت لها سميتي مصطفى. قالت لي مصطفى تبغي تمشي تعيش معايا؟ قالت لي انا غادي نتهلا فيك غادي نشري لك كاع داكشي اللي بغيتي العاب غادي نقريك مدرسة مزيانة نشري لك حوايج اي حاجة بغيتي غادي نشريها لك. بقيت كنشوف فيها وما جاوبتها بوالو. نقزات ماما عيشة وقالت لها اها باغي نمشي معاك اه سولت وقال لي باغي نمشي. خرجت كان واقف بعيد ما سولني ما دوى معايا ما والو. حسيت بيه بحال ما عجبوش الحال ولكن ما قدرت ندير والو في داك اللحظة حيت ماما عيشة وصاتني باش نقول لهم اها ونمشي معاها. مهم ما عجبتها وبغات تديني معاها. خلات راجل كيهضر مع المدير ديال الخيرية باش يسيني شي ورق معاها وخرجنا حنا لبرا. بقات تما اللي بغات تديني كدوي مع ماما عيشة. خليت فرقعات بالبكا قلت لها شوفي احسن ولد عندي في هاد الخيرية واحسن واحد ربيته في حياتي كاملة هو هاد الدري هذا عافاك تهلاي فيه. كنطيحو بزاف المرات في عيالات ما كيولوش كيدي وليد كيربيو كيتهلاو فيه ولكن النهار اللي كتولد كتهمل الوليد الاخر عافاك الا جاب الله ولدتي او طلع لك فراس ما بقيتيش باغا عيطي ليا. داك المرة بقات غير ساكتة وقالت لها نعلي الشيطان انا كنعرف بيني وبين الله مزيان هاد الدري غادي نحطو في عينيا ما تخافيش وحتى انا قلت لك في اي وقيته بغيتي تجي تشوفيها مرحبا بك. عند قعدني عاوتاني ماما عايشة مزيان ومشات في حالاتها. بقيت جالس انا وداك المرة كنتسناو. فهاد الوقيته جات السياحة وخرجوا الدراري كاملين. كنشوف عز الدين وابراهيم كيشوفوا فيا من بعيد. مشيت لعندهم عنكتهم وقلت لهم الدراري تهلاو. ابراهيم قال لي تهلا فراسك ما تنساناش كما عمرني ما نساكم نتوما راكم خوتي. وهنا سالات العلاقة مع عز الدين وابراهيم ومع هاد الخيرية وحتى مع ماما عايشة وبدات حياة جديدة. خرجنا من داك الخيرية وبقيت واقف انا وداك المرة شوية تم جي راجل بالطوموبيل ديالو. طوموبيل كبيرة كات كاطا واحد الماركة اللي زوينة وما كنتش عارف كاع شناهي. ركبت انا وياها اللور يلا تحركنا قلت لها ناي نسيت الشكار ديالي وحتى شي حويجات كانوا عندي. بدات كضحك وقالت لي لا راك ما نسيتيهم ما والو انا اللي خليتهم عندي ما ندير بهم انا غادي ناخذ لك كلشي جديد. بدات كضحك مع راجلها وما ضحكش معاها بقى جا مع الضحكة وبدات كضحك معايا غير انا. كان كلشي هو هذاك الا راجلها اللي ما ارتحيتش ليه. مع ضهضر معاها وانا رجع للور حيت تخلعت منه. شافتني تخلعت معاه بحال هكاك قالت لي لا ما تخاف ما والو هذا بحال باباك. قالت لي شي كلمات بالفرنسي وبقى ساكت شحال. من بعد دار عندي وبدا كيضحك معايا داك الضحكة الصفرا. كنت غادي وكنتفرج في الجاج واخا كان كامل كحل حيت كان الجاج في يمي كنت كنشوف العالم. من نهار تولدت عمرني ما خرجت شي مرة بحال هكا. نهار اللي كيخرجونا كيديونا كاملين لشي جردة ولا البحر وكيرجعونا اما باش تخرج وتحس براسك ليبر عمرها ما كانت ليا. وصلنا لواحد الشارع اللي راقي في محلات كبار. هبطتني لواحد الكراجات وبدات كتشري ليا في الحوايج. عجباتك هادي؟ انا غير كنشوف فيها وكنقول لها اه. شريت لي الحوايج اللي غادي يخصوني كاملين. من بعد داتني للدار وبدات كتعوم فيا بحال شي دري صغير. كنت كنشوف السعاده في العينين ديال داك المرا. كنت كنقول مع راسي كون غير كنت ولده ديال بصح علاش الدنيا دايره بحال هكا؟ شي باغي الولاد وكيتمناهم ملقاهمش وشي عطى الله الولاد خلعهم في الزناقي. كانت هاد المرا هادي سميتها رقية. الباطمة اللي عايشة فيها كيف كيقول المثل الشعبي ديالنا يجري فيها الخيل كبيرة بزاف. عندها خدامة ديما عايشة معاها في الدار ومع ذلك داكشي اللي كان كيخصني انا هي اللي كانت كتبغي ديرو ليا. راجلها كان كيخرج بزاف ما كانش كيعمر الدار كاع قليل فاش كيدخل. كانت شي بعد مرات كدوز سيمانة كاع وما كنشوفوش يمكن كيجي معطل في الليل حتى كنعس انا وكيخرج قبل ما نفيق انا. كنت ديما كنعيط على رقية وكنت كنحشم نعيط على ماما حتى لواحد النهار قالتها ليا قالت لي شوف باليوم ما تبقاش تعيط عليا بسميتي. قالت لي غير قول لي يا ماما انا عارفها صعيبه عليك ولكن غادا تفرحني بزاف. درت لها خطر وبديت كنعيط عليها بماما. داتني لواحد المدرسه وتفاهمت معاهم واخا كان المنتصف ديال العام دخلوني. حياتي تبدلت في لحظه من خيريه البروغرام البروغرام جديد وليت حتى انا بحالي بحال عباد الله. كنوض الصباح كنفطر كنبدل حويجي كيجي طونسبور كيديني من قدام الباب ديال المدرسه هما اللي كنسالي عاوتاني كيرجعني حتى للدار. كنت باقي مدعوق في الاول
وخا دوزت شهر الاول شهر الثاني مازال كنت كنحس براسي غايب. مادام راجلها ما كيتعاملش معايا مزيان باقي ما كنرتاحش بزاف. ماشي هو كان خايب معايا ولكن هو ما كيعمرش كاع في الدار باش نتعرف عليه ولا نزيد نتقرب منه. كان يومين في السيمانه السبت والحد فاش كان كيجي للدار والاغلبيه كيدوز غير في الناس. النهار اللي كيجي يتغدى معانا ما كيدويش معايا. داكشي علاش ما كنت زعما معاه كنت كنضحك كنلعب ولكن ملي كيكون حاضر هو ديما كنحاول نتخشى في واحد البيت وما نخش منه حتى يمشي. الخدامه اللي كانت دايره ماما رقيه كانت الله يعمرها دار حتى هي من احياء شعبيه وكانت كتعامل معايا زوين بزاف وكنت عزيز عليها. واحد النهار سولت قلت لها علاش عمي علي داير بحال هكا ما كيهضر معايا ما والو. بدات كتضحك وقالت لي هضر معايا حتى انا بقى يهضر معاك حتى. قلت لها هو داير بحال هكا. قلت لها راك عارف الرجال ديال المخزن ما كيعرفوش الضحك كيعرفو غير المعقول. قلت لها الرجال ديال المخزن كيفاش؟ قلت لي عمك عليها ضابط كبير في البوليس عرفتي شحال ديال القضايا تحلو على ظهرو تبارك الله معروف في المدينه كامله. قلت لي اش بغيتي ربي يحرمك من والديك وحطك في عائله كبيره واكبر ضابط كيف في المدينه الضابط علي. قلت لها هادشي علاش ما كيبانش ديما غاب؟ قلت لي اه مقابل غير الخدمه اهم حاجه عنده في حياته هي الخدمه هما رقيه اللي بغات يديرها. هاد الخدامه كانت سميتها لبنى. من ناحيه الهضره ديالي عرفاتني كنخاف من عمي علي ووصلت لماما رقيه ما قالت لي والو ولكن حسيت بها من الهضره ديالها حيت مع تلاقيت معها بدات كتعاود لي على عمي علي وعلى الخدمه ديالو كيفاش دايره وباللي هو انسان طيب والله يعمرها هذا. انا بقيت غير ساكت وما قلت لها والو. واحد النهار في الويكاند هزاتني ماما وعمي علي بيني وبينكم ما كنت زاعم نقول ليه بابا حتى داك النهار اللي خرجنا معاه قال لي علاش هي كتقولها ماما وانا كتقول يا عمي. بقيت كنشوف فيه وتخلعت منه حيت الطريقه ديال الهضره ديالو كتخلع. نغزاتو ماما وقالت ليها بدل الطريقه ديال الهضره ديالك هضر مع الدراري طب شويه انت قاصحه انت ماكش هاد مجرم. تفقع بالضحك وزاني لعندو قال لي مالك كتخاف مني؟ عنقني وقال لي عمرك تخاف من الهضره ديالي بالعكس انا بغيتك تطلع راجل بحالك بحال باك غتولف على الهضره ديالي بحال هاكا من بعد غادا تولي تجيك عادي باش اي واحد دوا معاك طب خلي ضابوه بغيتك تكون راجل. بقى تيقول لي شي هضره واخا كان كيقولها بالضحك كان عاجبني الحال حيت اول مره غادي عنقني ويدوا معايا. وفعلا من داك النهار وليت كنعيط عليه بابا وما بقيتش كنخاف منه ولا فيما كيجي كنمشي نتلاح عليه نسلم عليه. هو اللي كيبغي يصلي انا الاول كنحضر ليه الصلايه. كنت في الاول معاهم عايش بخير ولكن ما كنتش مرتاح. ملي دوا معايا داك النهار وضحك معايا عاد تحيد في داك العائله ولا عاجبني الحال. دوزت معاهم عام في داك العائله كانت كل شهر تقريبا كتجي عندي ماما عايشه حتى لواحد النهار غادي يدي بلاصه بابا علي من داك المدينه. في لحظه بدينا كنجمعوا فرحيل وتحولنا حتى الخدامه مشات معاهم. مشينا لواحد المدينه اللي بعيده على داك المدينه اللي فيها الخيريه يعني ماما عايشه ما بقيتش غادي نشوفها مازال. طلع لي الدم بزاف حيت كانت كتجي عندي مسكينه مره في الشهر كنت عندك ديك كتضحك معايا تلعب معايا وكتمشي في حالها. في وعدتني رقيه بلي غادي نبقى نهضر معاها في التليفون ونهار اللي غادي نجي ولات المدينه غادي تجيبني لعندها. فعلا داكشي اللي كان ملي تحولنا بقيت كنهضر معاها في التليفون وداكشي بقى غادي وكيقل حتى ما بقيتش كنتواصل معاها كاع. ولكن عمرني نسيتها من البال ديالي. ما نكذبش عليكم هاد العام والصاف اللي عشت معاهم كانت احسن ايام حياتي هي اللي دوزت معاهم. تخيل معايا وحده غنقابلك ما عندها ما يدها شنو خاصك؟ خاصك هادي كتمشي تجيبها ليا. العاب خاصني غنطلب خاصني غنيت على شي حاجه تحضرها ليا. انا ديجا كنت نقرا مزيان في الخيريه وملي قريت في المدرسه ديال بيفي القرايه ديالي زادت الدوبلات وليت كنقرا مزيان كثر من الاول. بابا علي ولا كيتعامل معايا مزيان وليت عزيز عليه حيت كيف كيقول هو من نهار دخلت للدار ديال الخير داخل عندهم الصالح كل مره كيتزاد ودار بزاف ديال البروجيات. غير لبنى الخدامه كانوا كيتعاملوا معاه حتى هي بحال بنتهم. اللبس اللي كانت كتلبسو والله ما تلبسو في دارهم. هاد الناس هادو عمرني شفت بحالهم كانوا من اطيب خلق الله لا هو لا المرا ديالو. داس الوقت معاهم وانا غادي كنكبر نهار على نهار حتى لواحد النهار كنت ناعس وضرباتني فيقة مع ثلاثة ديال الليل كنغوت غير بوحدي نط مخلوع. مكملاش خمسة دقايق ماما هي اللي جات لعندي قالت لي مالك مالك اوليك لاباس مالك باش حلمتي؟ تفرقعت بالبكا وقلت ليها ما كذبش عليك حلمت واحد الحلمة خايبة بزاف. قالت لي صافي ما تقول لي والو دابا حتى الصباح ان شاء الله وعاود ليا. بقات مسكينة معنقاني حداها حتى بدا كيديني النعاس. كانوا كيجيوني كوابيس خايبين ولكن في الخيريه ما كنت كنلقى حتى شي واحد اللي غادي يعنقني بحال هكا ويواسيني. كنبقى مخلوع حتى كيطلع النهار عاد كنكمل النعاس ديالي.
دابا الحمد لله كلشي تبدل. هادي صيفطا لي الله باش تهلا فيا. الصباح فقت لقيت الفطور ديالي، قالت يا مالك باش حلمتي الباح؟ لا صافي صافي بلاش صافي تا من بعد نعاود لك. قالت لي لا غير قول لي ياك انا ماماك. قلت لها حشمت نعاودك هادشي اللي وقع. قالت لي غير قول ما تحشم من والو. قالت لي حلمت بيك واحد النهار دخلتي للدار فرحانة ومع دخل بابا علي قلتي لي رانا حامل وكنتي كتنقزي بالفرحة. لو ما عرفتش كيفاش حتى داز الوقت بزاف ولدتي مع ولدتي. قلتي لبابا علي صافي دي عليا دا مبقيتش باغا هنايا. هو هزني ماشي داني الخيرية، داني لحني غير فواحد الغابة وبقاو تابعيني الكلاب هي باش نط كنغوت. دمعو عيني عاوتاني وجات عنقاتني وقالت لي اخوي راسك من هادشي كامل وخا يتزادو تا عشرة الولاد عماني ما نساك وعماني ما نفرط فيك. انت هو ولدي الاول وولدي الاخر. الهضرة ديالها بردتني بزاف، وليت فرحان ومرتاح. مشيت داك النهار المدرسة ملي رجعت التعامل ديال ماما رقية زاد تبدل بزاف. محلة المحنة غدا وكتزاد عندها خصوصا ملي قلت لها حلمت داك الحلمة. جا عمي علي تا هو وقال لي نفس الهضرة، قال لي ما تخاف والو ولي كيف تزاد كيف ما تزادش. انت هو ولدنا الاول ولدنا الاخر ما عندك مناش تخاف خوي راسك من هادشي. لاحظت في عمي علي ولا كيتقرب مني بزاف وليت عزيز عليه. مع الوقت ولا فيما كيمشي نهار السبت كيخرج بوحدو كيديني معاه، كانت عزيزة عليه بزاف لونطايمة. داكشي علاش حتى انا وليت كنتايني معاها فيما كيمشي وفيما كيجي. شحال من خطرة كيبغي يمشي للبحر مع صحابو كل واحد كيدي ولادو، وحتى انا كان كيديني معاها وكان كيعجبني الحال بزاف. ملي زعمت عليه مزيان قلت لي عمي عاودي على الخدمة ديالك واش كتشدو الشفار. بدا كيضحك وقال لي الخدمة ديالنا فاتت النيفو ديال نشدو الشفار، ولينا كنشدو شي حاجة كتر من الشفار غير القتالة المجرمين. بزاف ديال القضايا اللي خاصك تلقى الحل ديالها واخا ما عندك حتى شي دليل. كان ديما كيعاود لي شي قصص على ديال شي شفار شدوهم ولا شي مجرمين. كنت كنبقى نتسنط ليه وكان كيعجبني الحال بزاف معاه، حتى ولات في قاعدة ولا كل نهار في الليل كيجي كيعاود لي شي قصة حتى كنعس. وليت من الصغر ديالي كنتفرج في الرسوم المتحركة ديال البوليس. حتى ملي كنمشي لشي بارك وكنتلاقى مع شي دراري جداد اللعبة المفضلة ديال هي البوليس وشفار. كلهم ردوا لي البال وليت متعلق بهادشي ديال البوليس لا من الافلام ولا من الرسوم المتحركة. داس الوقت بزاف صراحة عشت معاهم في النعيم. ملي وصلت 12 عام حياتي غدا تبدل. ملي ماما وقيا غدا تمرض وغدا تمرض مرضى خايبة. كانت كيف العادة كتفطر معنا واحد النهار ملي سالات بغات تنوض مع وقفة تسدات راسها جات بحال شي دوخة ومن بعد طاحت في الأرض. جات الخدامة لبنى كتعطيها الماء والسكر والو متحركاتش. عيطنا للوالد اللي خلى الخدمة ديالو جا بزابة. جات لومبيلونس قبل ما يجي هو مع جاو حطوها في داك البايص تهبطوها لتحت قبل ما تتحرك يوصلوا بالطوموبيل وتبعناها للكلينيك. ما كنا عارفين عليها والو وشنو واقع ليها، عمرهاش كانت من شي حاجة ولا كانت مريضة. داكشي علاش تخلعنا بزاف حيت ما كانتش كتجاوب معنا كاع. دخلوها العناية المركزة ديريكت. بقيت جالس انا والخدامة كنتسناو والواليد ما تاحش لي بال غادي جاي كيسول باين فيه كيموت على المرض ديالو. تسنينا تقريبا شي 3 ديال السوايع من بعد خرج واحد الطبيب ومشى عندو الواليد. قال لي مضاريك لاباس؟ قال لي حاليا راه بخير. قال لي شكون تاوش الزوج ديالها؟ قال لي قال لي تبعني للبيرو. طلقت من لبنى ومشيت بزاف باش تيت لي في يديها وبغيت ندخل معاه حيت كنت باغي نعرف شنو واقع. دخلنا للبيرو بجوج وقال ليه شكون هذا ولده؟ قال لي قال لي ولده ولكن ماشي من الصلب ديالها. بقى كيشوف الطبيب وقال لي فهمتك. قال لي ريح ولدي ريح. قال لي المرض ديالك الايامات الاخرى ما كانت كتعاني من والو؟ قال لي لا والو بخير الحمد لله. عمرني عقلت على شي نهار دارت شي حاجه ولا تشكات ديال شي حاجه. بقى ساكت داك الطبيب وكيشوف الستيلو كيلعب بيه بيديه. دوا مع الوالد وقال ليه مالكيك لاباس؟ الوالد كان حاس بيه غادي يقول شي خبار اللي خايبه. قال لي شوف المدام ديالك الجسم ديالها كامل الحمد لله ما فيه والو، ولكن شكيت في شي حاجه عندها في راس. داكشي علاش غادي نديرو لها واحد السكانير وكنتمناو من الله ما يكونش داكشي اللي في بالي. قال لي شنو هو داكشي اللي في بالك؟ قال لي تمنى من الله ما يكونش فيها المرض الخايب حيت هاد العلامات اللي فيها كاملين كيبينوا باللي فيها شي مرض. الوالد شد فراسو وانا ما فاهم والو. نطلع عند الوالد وقلت ليه مالك الوالد شنو واقع شنو عند ماما؟ الطبيب هنا عرف راسو دار واحد غلط ملي خلاني جالس حداهم. قال لي شوف اولدي سير تسنى حتى الباب وما تخافش، ماما كان ما عندها والو، غادي غنهضر مع باباك شويه وغادي يخرج لعندك. خرجني الوالد حتى الباب خدوه مع الخدامه باش تشدني ومن بعد عاود رجع لعند الطبيب. ما دوش معاه بزاف شي 10 دقائق تقريبا هو يخرج الوالد وحد اخر فمو صفار والملامح ديالهم متبدلين بزاف. مشيت عندو انا والخدامه وقالت ليها ياك لاباس؟
شنو عند المدام وقية؟ ما جاوبناش ومشى لواحد كوانو ويريح فيه. ملي كيريح هو كاعي ما كاين شي واحد يقدر يوصل لعندو. بقى تقريبا شي ساعة هو نفس البوزيسيون حاطي يدي على راسو، كنت باغي نمشي عندو وما خلاتنيش لبنى. من بعد وقف ومشى للشومبر اللي فيه ماما وقية، وقف قدام الجاج وكيشوف فيها. من بعد حط راسو على الجاج وبدا كيضرب بيديه وبدا كيبكي. هنا كاملين عرفنا بلي كاينة شي حاجة خايبة. فديك اللحظة دفعت لبنى ومشيت لعندو. لي بابا عافاك ما تخلعنيش، شنو واقع؟ بطل عندي وقال لي ودي ما واقع والو، ماماك مريضة مرضة خايبة بزاف، دايم معاها ربي شافيها. من بعد دوا مع لبنى وقال لها ديه للدار، عطيه ياكل وبدلي لي حويجو. قلت انا ما غنمشي حتى شي بلاصة، انا غادي نبقى هنايا. قال لي لا دويت معاك اسي. قلت والله ما غادي نمشي، بقيت كنبكي ليه ولاصق ليه في رجليه. من بعد قال لها صافي خليه معايا، الا بغيتي تمشي انت غاسيري. حتى لبنى قالت لي انا ما عندي فين غادي نمشي، انا غادي نبقى هنايا حتى نشوف مدام وقية ولات بخير ان شاء الله. مشى لواحد كوان جلس فيه تشكى وحط واحد الطابوش على راسو. كل واحد فينا شد كوان وقمة الحزن كان باين علينا. اخيب حاجة هي ملي كتقلب لك الحياة في لحظة واحدة، كلشي كيتبدل من السعادة والفرحة للحزن والكآبة ديال بصح. بقينا النهار كامل تماك. الوالد كنشوف فيه التليفون كيصوني وما باغي يجاوب حتى شي واحد. من بعد دخلوا عند واحد جوج الناس لابسين لبسة ديال البوليس وبقاو كيهضروا معاه شحال. من بعد سلموا عليها ومشاو. من الصباح حتى الخمسة ديال العشية عاد جا عندنا الطبيب عاوتاني. ناض الوالد وسولو قال ليها حمد دكتور شنو كاين. من الملامح ديال الطبيب بلا ما يحتاج يهضر كلشي واضح وباين، الوالدة مريضة وفعلا داك المرض اللي كان خايف منو الطبيب. من بعد ما كنا كاعين بزاف فرحاتنا الفاملية بلي الوالدة فاقت. مشينا عندها وكانت تتهضر معنا بشوية وكتقول لنا انا كنحس بواحد الصداع رهيب في الراس ديالي، ما عرفتش شنو واقع ليا. الوالد ما كان قادر يقول له والو، ولكن اول مره كنشوف فيه ضعيف وما قادرش يتحكم في الدموع ديالو. قوه العلاقه والحب اللي كانت كبيره بيناتهم، حتى الوالده شافتي في العينين ديالو عرفت كاينه شي حاجه ماشي تليه، ولكن ما حكاتش وما قالت ليه والو. ملي فاقت الوالده قال لنا الوالد صافي غسيو نتوما دابا، اصلا غدا ان شاء الله غادي نجيبها معايا. الا غادي نبقى معاك لي انا اصلا غادي نمشي للخدمه ديالي. صافي الحمد لله هي فاقت، صافي سيو ترتاحو. كنشوف فيه كيشوف لبنى غمزه وهي تزاني قالت لي صافي يلاه نمشيو. سلمت على الوالده ومشيت. مشينا للدار اللي كانت كحله بلا الوالدين ديالي. باقي نعقل داك النهار لبنى مسكينه باتت معايا في البيت، ما بغاش تخليني بوحدي. الغد ديما مشيتش للمدرسه وبقيت نتسنى في الوالده تدخل مع الباب. فعلا دازت الوقت وصلت 12 وحنا نعيطو للوالد. قال لي غنقطع انا جاي في الطريق. شويه كنسمعو الدقان، هو يدخل الوالد ومعاه واحد فاميليه شادين الوالده ودخلوها للبيت ديالها. فرحت لواحد الدرجه كبيره، كنت غادي نطير بالفرحه. بقيت كنعنق فيها وكنبوسها وكنقول لها على سلامتك. حتى هي مسكينه كانت فرحانه بزاف بيا ومعنقاني وخاشياني حداها. داك المحنه اللي تحمت منها في الصغر لقيتها عند السيده هادي. اول حاجه سولتني عليها علاش ما مشيتيش للمدرسه ديالك. قلت لها ما يمكنش نمشي للمدرسه وانا باقي ما شتكش. دابا ملي شتك وليتي بخير صافي غادي نمشي غدا ان شاء الله، ولكن اليوم غادي نبقى معاك. بقات كتبوس فيا وكانت فرحانه بيا بزاف. مهم دوزنا داك الليله باش معطى الله. الغد ليه مع 8 ديال الصباح الخدامه هي اللي كتفيقني. قالت فين هي ماما؟ قلت لها في البيت ديالها راك عارف هي عيانه، خليها ترتاح. فعلا فقت غسلت وجهي كيف العاده ومشيت نفطر. مولف ماما وقية ديما كتفطر معايا في الطبله. اليوم حاطه لي الفطار بوحدي. قلت لها علاش فين هي ماما؟ قلت لها راك عارف في البيت ديالها وما تقدرش تنوض، الفطور ديالها غادي نديه لها تماك. قلت لها حتى انا ما غاديش نفطر. قلت لها عرفتي اش غادي ديري؟ انا عارف شنو غندير. صافي غسيري انتيا. زيت الفطور ديالي كامل ودخلت حتى البيت نعاس وبديت كنفطر حداها. انا هادشي اللي درتو حيت ولفت داك السيده وليت كنعتبرها الام اللي ولدتني، وما بقيتش قادر نعيش بلا بها. وهي مسكينه ملي كتشوفني كندير بحال هكاك عاد ما كتزيد تبغيني كتر. بقيت كنفطر وكنهضر معاها وكنضحك معاها. شويه دخلت لبنى قالت لي اش كدير انت هنايا؟ كاع غادي تعمر الدنيا بالتفاتيت. قالت لها صافي غنخليه. قلت لها لبنى ابتداء من اليوم حط لي ديما نفطر حدا الوالده وناكل حداها، انا ما نقدرش نعيش لحظه وحده بعيد عليها. بقات كضحك حتى هي وقالت لي واخا سيدي ما كاين مشكل. ماما وقية من داك النهار وحالتي غادا كتكفس نهار على نهار. هم عمي علي خدا كونجي في 20 يوم ولا جالس غا حداها، كيدير لها خطر كيخرجها فين ما بغات، ولكن واخا هكاك الحالة ديالها غادا كتنقص. واحد النهار كنت كنقرا في القسم، واحد أستاذة كانت عزيزة عليها بقات كتهضر معايا شحال وأنا نسولها. قلت لها أستاذة بغيت نسولك شنو هو المرض الخايب اللي تيكون في الراس؟
حسيت بهاد الزيارات وما بغاش يدو معايا في هاد الموضوع. قلت علاش كتسول؟ لا غير حيت واحد الدري كنعرفو قال لي ماما مريضه بالمرض الخايب في راس. بقات ساكته وقالت لي مسكين هذاك راه ماما غادا تموت. المرض الخايب في راس كيكون واحد المرض اللي ما عندوش الدواء، خصوصا الا كان انتشر في الدات ديالو كامله، ويقدر مولاه يموت في اي لحظه. مع قالت لي بحال هكا حياتي ولات كحله، مبقيت حامل لا نقال ندير والو. كيفاش ربي عوضني بما اللي لاحتني في الزنقه، بما اللي حن منه بزاف، وفي الاخر حتى هي غادا تضيع من بين يديا. واخا كنت باقي صغير كنت كنعرف بزاف ديال الحوايج وكنت بعقلي. مشيت للدار دخلت ما كليت ما والو، ما بدلت حوايجي ما غسلت ما درت والو. مشيت ديريكت عند ماما رقية، كنت كنشوف فيها متكي على ظهرها وكتشوف في السقف ودميعات خارجين لها من عينيها ورجليها كانوا كيبانو من تحت المانطا. مشيت لاحيت على رجليها بقيت كنبكي وكنبوس فيهم. كنسمع فيها كتعيط عليا مالك مالك كلابة شنو وقع ليك ياك ما ضربك شي واحد؟ قربت حدا وشديت يديها وبستهم وكلا ما ضربني حتى شي واحد. قلت لها علاش كتبكي؟ بقيت كنحاول نحبس الدموع ديالي ولكن ما قدرتش. قلت لها ما بغيت والو، بغيت غير ما تمشيش وتخليني بوحدي. حتى قلت لها الكلمه هادي جراتني لعندها وتفرقعات بالبكا مسكينه. وليت باغي غير تسكت وندمت كاع حتى قلت لها داك الهضره قلت لها سمحي ليا سمحي ليا كاع ما كنت باغي نبكيك بحال هكا. تبعتني لبنى عاوتاني قالت لي ياك داخل بحوايجك ياك ديما كنقول لك ملي تدخل بدل حوايجك عاد تدخل. ملي شافتنا كنتبكى بجوج قلبت وجا وعاودت خرجات. حتى دازت تقريبا شي 10 دقائق وعاودت خرجاتني من البيت وخلاتها ترتاح. حطت لي ناكل والله ما كليت شي حاجه، لا شهيه لا مورال لا حتى شي حاجه بقات عندي. جا الوالد في العشيه دخل عنده وبقى كيهضر معاه شحال. وصلت الوقيته بغيت نمشي نقول لها تصبحي على خير باش نمشي نعس. مع دخلت حدا الباب كنسمع فيها كتهضر معاه وكتبكي. بقيت واقف وكنتسنط ليها. الهضره ديالها كانت كتقطع في القلب. قالت لي شوف انا عارفه ما بقى لي والو غادي نمشي من هاد الدنيا، انا كنبغيك وغتبقى نبغيك حياتي كامله، تعاملتي معايا احسن تعامل وانا راضي عليك لا في الدنيا ولا في الاخره. قبل ما نموت بغيت نطلب منك طلب واحد. قال لي انا علي شيطان وحيدي من بالك الهضره هادي، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم شكون اللي غادي يموت الاول. قلت انا عارف هادشي كامل، مهم غير اسمع الوصيه ديالي. هذاك الوليد بغيتك تعاملو احسن تعامل، بغيتي تزوج الله يسهل عليك، مكاينش اللي غادي يقولك شي حاجه. ولكن مصطفى حطو في عينيك حتى يوقف ويولي راجل ويخدم شي خدمه اللي زوينه. هذه هي الوصيه ديالي، كنتمنى من الله ندير هاد الطلب ديالي، وعدني. قال لا كان وعدك، قال الله ينوضك بخير وعلى خير وانت اللي دير هادشي كامل. قلت لي صافي وبقى عندي فين نوض. حاسه براسي فبقى لي والو. هاد اللحظه دخلت انا وقلبو الهضره. سلمت على الوالد ومشيت تخشيت على الوالده كيف العاده. بقات كتقول لي تهلا في باك وديها في قرايتك وما تنساش راني كنموت عليك. كانت كتهضر معايا بحال كتوادع معايا، ما عجبنيش داك اللونغاج اللي كانت كتهضر معايا به. وقلت لها صافي ما بقيتش تقول لي بحال هكا، كتخلعيني. عند قالتني وجراتني عندها وقالت لي اولدي هادي راه هي الدنيا، ربي اللي كيخلقنا هو اللي عارف كل واحد الاجل ديالو امتى كيسالي. هاد الهضره هي اللي كيكره اي واحد يسمع من عند الام ديالو ولا من عند شي واحد اللي عزيز عليه. قلت يا صافي سير تنعس في بلاصتك دابا غدا ان شاء الله عندك المدرسه. قالت له بنت داتني للبلاصه ديالي. هذيك الليله دازت عندي خايبه بزاف، كان عندي واحد الاحساس اللي خايب كنت كنحس به، وفعلا داكشي اللي حسيت به هو اللي وقع. حيت مع الثلاثه ديال الصباح تقريبا كنسمع بحال شي واحد كيبكي كيبكي بشويه. ضربتني الفيقه ونط مفزوع وتميت غادي اتجاه ديال الطواليط. الصوت كان جاي من بيت النعاس ديال الوالده والوالد. قربت حدا كنسمع الوالد كيبكي وتيقول لي علاش حشوم عليك علاش مشيتي وخليتيني بوحدي. بلا ما شعر حليت عليه الباب كيبان لي شاد لي يديه وكيبكي، وهي الوجه ديالها مبدل بزاف كيبان وجه ابيض. ديال الوالد مالك مالك شنو واقع؟ ما جاوبنيش وبقى غير كيبكي وتيقول كلمة وحدة علاش علاش مشيتي وخليتيني علاش. مشيت لعندها شديت لها اليد الاخرى كنلقى يديها مقلاصية باردة بزاف. ديال الوالد غطيها غطيها فيها البرد راه كلها باردة. قال لي ماما كولدي مشات عند الله دايما معاها ربي يرحمها. وتفرقع بالبكاء وتلحلها على العنق ديالها وكيبكي. مكدبش عليكم حتى انا بديت كنبكي معاها وعلى الظهر ديالي في الدنيا كيفاش داير. سمعتنا لبنى اللي حتى هي مسكينه ما صبراتش وجات هي كتبكي. بقينا بحال هكاك حتى صباح الحال. الوالد بدا كيعيط على العائله ديالو وعلى كاع الناس اللي كيعرف.
من بعد ما جمعوا الناس بزاف خلت وينعتنا في الدار. اول مره في حياتي كنحس براسي انني بلا قيمه، حتى شي واحد ما كيسول فيا شكون هذا، خلا كيواسيني، كلشي كيمشيو يعزيو الوالد وكيمشيو فحالهم. حتى من لبنى مسكينه كانت مبسطه بزاف مع العزايه وبقات سالات ليا. الوالد نهار كامل وكيجي من البلاصه لبلاصه، بقيت بوحدي في داك الدار شاد واحد القنت وكنشوف الناس غاديين جايين، وانا الاغلبيه فيهم ما كنعرف حتى شي واحد. حتى لواحد الوقيته جات لبنى كتجري لعندي، قالت لي اجي معايا نعطيك تاكل شي حاجه من الصباح ما كليتي والو، ها يلا حيط باباك دابا سول عليك. فملي قالت لي بحال هكا فرحت شويه، وخا كنت حزين بزاف على الوالده، على الاقل باقي كيسول فيا شي واحد. من بعد هزوا الوالده وداوها في لومبيلونس وداني معاه الوالد، دينا حتى المقبره ودفناها. وكانت هذه اول مره في حياتي غادي نحضر للدفين ديال شي واحد ميت. من بعد وقفنا ودانا الدعاء ورجعنا للدار، حدنا لحنا على الطابه ورجعنا كيبان لك بنادم كيضحك كلشي عادي، بحال ما تد لينا شي مشه مشينا دفناها وجينا، حتى شي واحد متسوق ليك. وفعلا علاش غادي يتسوق ليك؟ كل واحد كيفكر غير فراسو، علاش غادي يهز لك الهم نتايا؟ كلشي كياكل وكيشرب بحال ما وقع والو، الا الوالد مسكين اللي شتو شاد واحد القنت ما كيهضر مع حتى شي واحد، بحال كيتسناهم غير يسالي ويقول لهم يلا عطوني ابتساع. حيت كاينين شي ناس الحشمه ما كايناش على الوجه ديالهم، بنادم في العشاء ديال واحد ميت وهما التكاكيه والضحك بعضياتهم، كيجيب لك الله غير المنافقين. داز 3 ايام 4 ايام الدنيا خوات، خوت والد خواتاتو كلهم جاوا، حتى شي واحد فيهم ما كان عندي معاه، خولا يمكن نقولوا هما اللي ما عندهمش معايا، كنحس بهم ما كيحملونيش واخا ما دارت ليهم والو. عمرني عقلت على شي وحده اخت الوالد ولا خوها جا سلم عليا وقال لي كيدير لاباس عليك والو تقول، لا اللي من طرف الوالد ولا اللي من طرف الوالده الله يرحمها. من بعد سيمانه تقريبا جا واحد جوج بنات خواتات الوالده، ضحكت ليهم في وجههم زعما بغيت غير نرحب بهم، والله ما ضحكوا لي في وجهي، طلعوا فيا وهبطوا بقاو كيخنزوا فيا ومشاو جلسوا فواحد الصاله. من بعد دوهم على لبنى وقالوا ليها جينا نديو الحوايج ديال ختنا. قالت لهم مرحبا بكم ولكن انا ما نقدر نقول لكم والو حتى نعيط للسعلي وهو اللي يقول لكم شنو كاين. كانوا كيدويو بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف ومستفزه. ايوا مزيان بقالنا هاد السعلي حتى هو يوافق ولا ما يوافقش، عيطي لي عيطي لي ما عندناش الوقت. لبنى تخلعات مسكينه وعيطات ليه، هو يقول لها شوفي ميديا والو انا جي دابا للدار. مع دخل مع الباب لقاهم مكسلين كيضربوا فتايا في الحلوى، معك حب الوالد كلشي يجمع الوقفه. الوالد كيف قلت لكم قبيحه والشكل ديالو كيبان كيخلع، راكم عارفين الناس ديال المخزن كتكون عندهم واحد الكاريزما اللي قويه بزاف. قاعدك تخرج العينين اللي كانوا كيخرجوا فينا عينيهم ولاو بحال شي مشات. قالت لي السي علي جيت ندي حوايج ديال اختي. قال لي حوايج ديال اختك شريتيهم لانتي ولا شريتهم لامك؟ ما كاين حتى شي واحد غادي يهز شي حاجه من الدار هادي. لوزود قعدوا خو عليا داري وعمر شي وحده فيكم تعتب لعندي، بغيت غير نعرف منين نتوما خوت ديال بصح. اختكم مده وهي مريضه وقلتها ليكم، جات شي وحده طلعت عليها فيكم، تابعين غير الطمع في الدنيا الله يخليها سلعه. جا عليهم الوالد حدو راسهم ومشاو بحال شي كلبات. ملي مشاو الوالد قال لها شوفي المرة الجاية ما تحلي الباب لتا شي واحد حتى تعرفي شكون وتعيطي ليا ونقول لك واش تحلي ولا ما تحليش. قالت لي صافي يكون هاني. دازت تقريبا شي 3 شهور خويا تجي عندنا موت الوالد، ما كبيرة وكتبان ضعيفة، الوالد قيسو في كل شيء إلا في الأم ديالو، كان ماضي بزاف معاها، كانت حاضرة حتى هي في الموت ولكن مبقاتش بزاف حيت كانت جاتها واحد العمر ومشات ليها. مع رجعات جات جلست معانا واحد السيمانة، حتى هي كانت كتعامل معايا زوين، كانت ضعيفة الصراحة وعمرها ما خسرات ليا. واحد النهار كنا كنفطرو في الصباح خويا تقول الوالد المدام مسكينة الله يرحمها، قالت لي واه هادي هي الوقيتة. قال لها الوقيتة ديالاش؟ قلت لي واك عارف. قال لها عارف الوالدة جيني ديريكت باركة من الألغاز. بدات كضحك وقالت ليها غادي نشوف لك شي بنت الناس. قال لها لاش نتزوج زعما؟ قلت لي ومالا شنو فيها؟ راك باقي صغيرة وألف وحدة تمناك وني تمنى تولد لك شي وليد يكون من الصلب ديالك. هاد اللحظة الخوت انا عارفة هي مقصدات تجرحني ولا شي حاجة، ولكن حسيت بها من الداخل في ديك اللحظة. معاك كنشوف اتايك حبت وجمعت الوقفة وبغيت نخرج، راه عندي الوالد وقال لي جلس فين غادي؟ قلت لي غنمشي للطواليط. قال لي ريح. الوالدة ديالو في داك اللحظة عرفات شنو دارت وكانت يسمح لي ولدي والله ما قصدت نجرحك ولا شي حاجة، غير بغيت باك حتى هو يعيش حياته، واش انت ما تبغيش ليه يتزوج يبقى حياته كاملة بحال هكا؟
لا بالعكس جدا، انا ما قدرش ندخل لي في حياته، هو اللي عارف شنو كيدير اللي دارها انا معاه. قال لها الوالدة انا بغيت وحده في حياتي هي وقية، مشات عند الله انا غادي نبقى بحال هكا حتى نتبعها، ما عندي ما ندير بشي صداع راس اخر. ولد واحد اللي عطاني الله هو مصطفى، وغادي يبقى هو ولدي حتى نموت. الوالدة سيدي ماشي مشكل، ما تولد ما والو، مصطفى الله يخليه لينا كاملين وحنا كاملين عزيز علينا. هو تزوج، تزوج بوحدة اللي غتقابلك. قطع عاوتاني وقال لها هاي لبنى الله يخلف عليها، مقابلنا ومخلينا خاصنا والو، حيت هاد لبنى هادي غتبقى عايشة لك حياتها كاملة، حتى هي خاصها تشوف راسها وتزوج وتكون المستقبل ديالها. شنو غادي دير إلا مشات هي؟ فهاد اللحظة دخلت لبنى وقالت لها عندك الحق خالتي، دارت لعندو وقالت لي خاصك تزوج بشي وحدة اللي تقابلك، حيت أنا غادي نمشي فحالي. بقيت مصدوم من الهضرة ديالها، قلت لها فين غادا تمشي؟ قلت انا غادي نبقى خدامه معاكم، ولكن ما يمكنش ليا نبقى نبات عندكم، غادي نولي نجي الصباح ان شاء الله ندير الخدمه ديالي كامله، ومع الخمسه ديال العشيه نمشي باش نقابل حتى انا ضاي. قولوا لي مبروك انا تزوجت. انا ما كذبش عليك، لا انا لا الوالد لا ضاعت بينا، هاد لبنى مسكينه كانت كدير كلشي للعائله، وصعيب باش تجيب شي وحده اخرى وتعاود تخدم معاك من جديد. واش غادي تلقى صبار بحال لبنى ولا لا؟ موت الوالد من النحمات ديال بصح، قالت لي ها اللي قلت لك، صافي انا غادي نقلب لك على شي بنت الناس وغادي تزوج. بقى ساكت الوالد، ومن بعد قال لها شوفي الا كنتي غتجيبي شي وحده غتجيبيها خاصها تعرف باللي عندي ولدي، من هنا غتقولها لا، الا كانت غتعامل معاه احسن معامله مرحبا، ما كانتش غادا تصبع عليها بلا ما تخلينا حتى نتزوجو، من بعد بدا تقول لي ولدك ولا شي حاجه، ها والله ما نعقل عليها. قالت لي الوالده كون هاني، كاين الناس اللي باغيين غير يتسدوا، انا غادي نلقى لك شي بنت الناس اللي غتهلا فيك لا انت لا ولدك مصطفى. سبحان الله، النهار اللي ماتت فيه ماما وقية كنت عارف كل شي غادي يتبدل، كنت عارف من بعد وقية ما كاينش شي واحد غادي يتسوق ليك ولا غادي يديها فيك، وفعلا داكشي اللي كان، احنا بدينا من دابا. ما كملتش تقريبا 15 يوم، جات جدة واحد النهار وجابت معاها واحد البنت اللي باقا صغيره. دخل الوالد مع الباب، شاف الوالده ديالو جالسه مع داك البنت، قال لها شكون هادي؟ قالت لي هذه عروسه. ضاف الوالد وقال لها واش منيتك؟ جايبه دريه قد هذه مسكينه باغا تغصبها في حياتها، واش انا قدها؟ نوضي بنتي سير تزوجي لك بشي واحد اللي قدك، وما ديرش على الهضره ديال الشافات. قالت ليه مو ياك اولي وليتي تعايني بشافه؟ قال لا حاشا الوالده، ولكن انت تبغي لبنتك، تبغي بنتك تزوج بواحد قدي. وهي فات الله جاده سكتات وحدات راسها في الارض. قالت انا ما بززت عليها حتى شي حاجه، انا سولتها وهي وافقات. قال لها والوالده انا ما موافقش، الا ما كانتش مرا قدي في العمر، هما لي شارب عقلها وعارفه قد المسؤوليه ما عندي ما ندير بها. بقات كل مره كتجيب لي وحده وهو ما كيبغيش، حتى لواحد النهار جابت لي واحد مرا كبيره، ماشي كبيره بزاف ولكن باقا عاطيه العين، كانت كتبان بعقلها والله عمرها دار. مع دخلات كانت كتعامل معايا انا الاول زوين، وسبحان الله العلي العظيم، واخا داك السيده كتعاملت معايا زوين وبزاف، قلبي ما تاحش ليها، حسيت بشي حاجه ماشي تاله، بحال فيها الغدر اولا شي حاجه ماشي تاله، مهمة تحيتش ليها. دخل الوالد تعرف عليها، بقى كيسول فيها شحال، ومن بعد قال لها واش ما عندكش مشكل تعيشي مع ولدي؟ قالت ليه لا بالعكس، ربي اللي شاهد عليا بلي غنتعامل معاه بحالو بحال ولدي. قال لها الا كان بحال هكا انا ما عنديش مشكل، انا المشكل الوحيد اللي عندي هو هاد الدري هذا، بغيتك تخافي الله فيها وتعرفي هاد الدنيا هادي راه دايزة، والموت في اي لحظة تقدر تجي لاي واحد، قالت يكون هاني من هاد الناحية، انا عارفه بيني وبين الله وما نقدرش نادي شي يتيم. قال تاني حاجه انا راك شتيني راجل كبير وما باغي لا عرس لا صداع راس، انا ما غاديش نقول لك ما تفرحيش براسك، سير عند عائلتك ودير اللي بغيتي، اي حاجه احتاجيتها ديال الفلوس غادي نعطيها لك. قلت صافي ما قلتي حتى شي كلمه العيب. فعلا مشات دارت النهار في دارهم، ومن بعد جات لعندو جابت الباليزات ديالها وخدات البيت ديال الوالده. لبنى حتى هي تزوجات وما بقاش كتجي بزاف، ولات كتجي ثلاثة المرات في السيمانة، كتجي كتخمل كتجمع الدنيا وكتمشي، ولات هاد المرة اللي تزوج بها الوالد هي اللي كطيب لي الفطور وكتوجد لي الشكارة ديالي، كانت سميتها محجوبة، كانت كتعامل معايا زوين وأي حاجة بغيتها كتحضرها ليا. الصراحة باش ما كتبوش على الله ما حسيتش فرق بينها وبين لبنى، كانت منقية بزاف وديما كتهلا في الدار، واللي بغيناها كتحضرها لينا، ولينا كنخرجو مجموعين انا وياها والوالد، وكنمشيو شي بلاصه كندورو، كان كلشي غادي زوين. حتى من لبنى دوات معاه وقالت لها شوفي بلا ما تبقاي تجي،
صافي الشغال ديال الدار انا قاعد بهم. فعلا لبنى تزوجت بواحد لاباس عليه شويه مابقاش خلاها تخدم في الديور، وحتى هي كانت طالبه عليها. دوزت معنا شي عام تقريبا، عام عمرني ما شفت منها كلمه ديال العيب، لا انا لا الوالد. كانت كتعامل معنا احسن معامله. حتى لواحد النهار ناضت الصباح لبست حويجه وخرجت، رجعت مع ديك 10:30 ديال الصباح، حطات لي الفطور كنفطر وكانت فرحانه غطير بالفرحه. قلت لها مالك كي لاباس فرحينه معاك؟ قالت لي انا حامله غادي يولي عندك خوك ولا اختك. واخا كانت مراك بيها حملات، بحال هاد الحالات نادرا فاش كيوقعوا. طبيب من اللي عارف اللاج ديالها وعارفها باللي حامله بقى مصطوم وقال لها سبحان الله العلي العظيم، ربي بغي يرزقك بشي وليد ولا بنيه. حتى انا فرحت لها بزاف، حيت اروع حاجه في هاد الدنيا هي الامومه. هاد النعمه هادي ما كيحسوا بها غير العيالات اللي عاقات. بقات جالسه وبانت ليا متوتره بزاف. قلت لها مالك؟ قالت لي بغيت نقول لباك وحشمت ما عرفتش ما نقول ليه. قلت لها بالعكس والله تا غادي يفرح بزاف. قلت لي لا ما كنظنش، داك النهار قال لي انا ما باغي لا ولاد لا والو. والله تا غادي يفرح، تا شوفي غادي ندير لي واحد المفاجاه زوينه. مشيت شريت مع النفاخات ودرنا لي بحال شي حفله صغيره. ملي جا الوالد من الخدمه حل الباب كيلقى الضو طافي وشاعلين الشمع وحاطين واحد الحليوه صغيره. بدينا كنغوتو كنا فرحانين. ضحك معانا مسكين وجلس معانا قال لنا باش من المناسبات شي ياك ما عيد ميلاد ديالك وانا ما فاصي والو. قلت له لا، قلت له عندنا لك واحد الخبار اللي زوينه بزاف. قال لنا شنو هي؟ دوات مع محجوبه وقالت ليها اليوم حسيت بواحد الدوخه، مشيت لعند واحد الطبيب وقال لي راكي حامله. فرح الوالد وفرح بزاف صراحه، كاملين فرحنا في داك الليله. حتى انا كنت باغي لي داك الفرحه حيت هاد الانسان السهل الله يعمر هذا تيوا اخيرا غادي يولي عندي خويا. قال لها صافي دابا خصك تنقصي شويه من الشقه ديال الدار، خصني نجيب لك شي خدامه اللي غادا تقابلك. قالت ليه لا ما كاينلاش. قال لها صافي دويت معاك. وفعلا داكشي اللي كان، من بعد يومين تقريبا جاب لها واحد المراه اللي ولات مقابلانا، ما بقى كيخليها تهز حتى حاجه ولا كيتعامل معاها مزيان، ودا عند واحد الطبيبه كيعرفها هي اللي ولات متبعه الحاله ديالها. وهم الوقت غادا وكدوز وهي كانشا وغادا وكتبان، حتى النهار اللي وصلت الوقيته ديال الولاده ديالها ولات ولدت وليد. شتو الوالد بين يديها بقى كيشوف فيه، من بعد قرب لودنيه وبدا كيأذن ليها وسماه حسام. رجعنا للدار ورجعت الضحكة لداك الدار. داو واحد اسبوع كبير وفرح بولدو وبماتو وعيط على صحابو كاملين. وخا تزاد عنده ولد بقات كتعامل معايا مزيان، ولكن هاكم عارفين شنو غادي يوقع من بعد. من بعد ما دات 4 شهور تقريبا هزيتي ما وحطيتي ما، ولات كتعامل معايا خايب بزاف. جات واحد النهار وسولتني على العائله ديالي، عاودت لها كلشي باللي عشت في الخيريه واشنو كاين واشنو كاين. بكل واقع حاجتني من الاخر وقالت لي دابا تدبا عمك علي رباك غير حيت ما كانش كيولد ولا مرتو ما كانش كتولد ليه، دابا الحمد لله عنده ولدو من الصلب ديالو وهو الوالد الشرعي ديالو. قالت لي الهضره كامله وبقات ساكته. قلت لها كملي. قالت لي علاش تزعم ما فهمتي والو؟ قلت لها والله ما فهمتك راه كملي ليا. قالت لي صافي 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 قلب الهضره باين عندك الفهم تقيل. وليت كنوض الصباح كنمشي كناخذ الفطور ديالي من عند الخدامه، كنلقى موجد لي الشكار ديالي وكنمشي للمدرسه. الحمد لله كنت كنقرا مزيان. ملي الدري كبر وشد فراسو شويه جرات على الخدامه عاوتاني. ما كايناش شي مره في هاد الدنيا دي تعطيها خدامه وتقول لك لا ما بغيتهاش الا الا كانت كتبلاني لشي حاجه. وفعلا داكشي اللي كان، مع جرات على الخدامه مع قالت لي نوض وجد الفطور ديالك راسك، انا عندي دري صغير يلاه نقدر نتكافى معاه. تعلمت نعمر تاي نصاوب القهوة ديالي نطيب البيض، وليت كندير داكشي راسي وعمرني تشكيت الوالد ولا كدير شي حاجة. كان في ما كيسولني كنقول ليها الحمد لله كلشي هو هداك. كان الوالد معاك يدخل كيتغدى معانا كيمشي لبيت الناس كيبقى يلعب مع الولد ديالو، كان عزيز عليه بزاف من حقه يلعب مع ولدو، راه سنين هو محروم من الولاد. وصلت ل15 عام وكنداويش بزاف، دوك الدراري اللي كيقولوا عليهم في أحياء شعبية دمدومة كنت دمدومة ديال بصح، حيت ما كنتش كنخرج ما كنتش كنتلاقى مع الدراري اللي مفوجين باش غادي نولي حربي. عشت حياتي كاملة وسط الناس اللي شبعاني قاية ولاباس عليهم، تعامل زوين وقليل فاش كتلقى شي مضاربة، وكاع إلا كانت شي مضاربة كتلقى غير سب ومشى جاب والديه وجرحات وداك الهضرة زعما، ماشي بحال الأحياء الشعبية الحجر والطايفة وتا شي واحد ما كيجي يتبرى. المرا اللي تزوج بها الوالد كانت من تحي شعبي، يعني مدوزة الحرب ديال بصح. السم اللي شفت فيها عمرني ما شفتو شي وحده.
ديما تيكون عندي نهار الجمعة نصنا والسبت والحد ما كنقاش. من الطبع ديالي ديما نهار الجمعة كنجي كنخرج التمارين ديالي كاملة. السبت الا بقات شي حاجة قليلة كنكملها، ولات كتجي عندي محجوبة وكتقول لي شوف بلا ما دير التمارين ديالك اليوم اش يعاوني فشي حاجة. كنمشي نعاون فشي حاجة اللي تافهة. هادشي كامل كديرو غير باش منخرجش التمارين ديالي. ما كنتش عارف علاش كدير معايا بحال هكا في الاول، ولكن من بعد عاد عقت. حيت ملي ما كنديرش التمارين ديالي نهار السبت كتبغي تخرج معاها، كيقول لها غادي نديو معنا مصطفى، كتقول لي لا خلي مصطفى يخرج التمارين ديالو باقي ما داهمش، القرايه هي الاولى. وفعلا الوالد كيبدا يخاصم عليا شحال، وكيخليني في الدار كنخرج التمارين وكيخرجوا هما بوحدهم. واخا هادشي كامل اللي كانت كدير لي كاع ما كنت مسوق لها، ربي اللي عالم كنت عاطيها بتساحة وباغي نديرها في قرايتي. ولدها تقريبا دار شي 3 سنين وصلت انا للباك. كنت عارف انا اصلا في هاد الدنيا ديال ما عندي حتى شي واحد. الوحيده اللي كانت كتحن عليا الله يرحمها خاصني نديها في القرايه ديالي. فعلا قايت وتقاتلت على داك الباك، واخا كانت كدوز علي العذاب في الدار كنت نقلب وجهي وصابه. الحمد لله جبت الباك، واخا ماشي بشي معدل طالع، المهم جبت 13. ملي جبت الباك الوالد فرح ليا بزاف. ملي شافت الوالد فرح عليا بديك الطريقه ما حملاتنيش، كنت كنشوف السم في عينيها. قال لي شنو باغي دير من بعد الباك؟ قلت الوالد ما نكتبش عليك، بغيت نولي حنشة. بقى كيضحك وقال لي بغيتي تطلع بحال باك؟ قلت اه والله ما كانت. قال لي صافي انا غادي نشوف شي ناس كنعرفه وغادي ندير اللي في جهدي باش دير داكشي اللي كتحلم به. قال لي تبارك الله الطول راه كاينه، خاصك غير تقصاح شويه. المهم بقى كيضحك معايا شحال هو ماشو كنشوف فيها ما عجباش الحال. المهم ولات كتنوض الصباح كتفطر هي ولدها وانا ما كنفطرش. الغدا كتصايب لولدها وصافي. عماني بقيت سولت على الغدا من واحد النهار، قلت لها خالتي كاين شي غدا؟ قالت لي الغدا سيقلب على امك اللي ولداتك اللي طيبوا ليك، انا ماشي خدامه ديالك. ولا كيعرفوا غير برزوكم ويلوحوكم في الزناقي. باز ما عندك نفس، كتافك ديال الحمار وراسك في واحد يصاف عليك. بقيت مصدوم من الهضره اللي قالت لي. ما سبيتها معايا حتى ما قلت لها شي حاجه. خرجت من الدار ولكن داك الهضره بقات كتجرح فيا النهار كامل. بقيت غادي كندور ملي تميت راجع للدار كنتلاقى مع واحد اللحيه. واحد اللحيه ولد دارنا الله يعمرها دار، هو كزار وفي نفس الوقت كيدير حتى الحجامه. مع شافني بقى شادني بالهضره كيدير الوالد الله يرحم الوالده مسكينه. قال لي طمات باك كتعامل معاك مزيان ولا والو؟ قلت الحمد لله صافو صافي. قال لي بغيت غير نعرف الوالد ديالك منين ضبا عليها. قلت علاش مال اداتك شي حاجه؟ قال لي لا هاد السيده هادي راجلها خاجل شوي. قلت لي كيفاش؟ قال لي عندك دولة الهضرة ديال شي واحد، راك عارف باك تبارك الله كوميسير، راه كلمة وحدة منو في غبة لينا روايد في الحبس. قلت لي تاك ولا صاحبي راه ما نقول ليه والو. قال لي راكم ما كانش باك قاصح كوا شحال من واحد قال لي هاد الهضرة هادي، ولكن هو صاحبي راه السلام يلا خا ما تيقولهاش البنادم. تا واخا تشوفو بحال هكاك الوالدة من اطيب خلق الله، غير جرب شي نهار تهضر معاها وشوف كيفاش غادي يهضر معاك. قال لي لا خويا بغينا غير الثقة. قال لي المهم بغات الوالد ديالك اشحال من خطرة كتجيب واحد الطوموبيل كحلة كتحطها هنايا، ماشي مرة ماشي جوج. انا قلت واقيلا اخوها، ولكن الا كان خوها نورمالمو يحطها قدام الباب بالفويا شي فور. علاش كتنزل بحال شافها شي حاجة وكتنزل كتسلت وكتشوف في اليمين وفي اليسار؟ هاد الهضرة اللي قلتلك راه خطيرة بزاف، ما تقول الوالد ديالك والو حتى تتأكد من شي حاجة، حنا غير ما بغيناش يبقى في دار غفلون وصافي. رجعت للدار هو راسي كيدور بيا. ويلي هاد الميكروبا زعما تكون كتلعب على الوالد، وعارفها كوميسير زعما. ما كنظنش كاين شي واحد يقدر يديرها بالوالد، غادي يكون غير شي غلط هذا واقع. المهم ما كنهضر معاه ما والو، كنجمعنا معاهم غير النعاس وصافي. حتى من الماكله وليت كناكل في الزنقة وما كنقول الوالد والو. خولي طرد معاه البال، فعلا هاد المده اللي دازت كامله كانت فيما كيعيط لها شي واحد كتنوض بزاف من حدايا. شحال من خطر كيصوني التليفون وكتجاوب حدايا كاع، وكتبدا تهضر على اساس انها كتهضر مع شي مرا في التليفون هي زعما الوالده ولا اختها. ولكن عماني ما شكيت فيها شي نهار تكون كتقول الوالد زعما. 100% اللحيه غادي يكون غير غلط. كيف قلت لكم الوالد ما عنده وقت، ما يخدم بالليل مرا بالنهار. وقت ما جاش التليفون ولا قول وقت ما وقعت شي جريمه كيعيطوا عليه كيمشي كيجري. كان ديما الوالد مسكين كيجلس بيني وبينه كيقول لي قول لي يا ولي واش محجوبه كتعامل معاك مزيان؟ تنقول لي اه. تقولي لك كانت شي حاجه قولها ليا. كنوض نبوس ليه يدي راسو وكنقول ليه لا لا يخطاك عليا الوالد، لا الحمد لله عايش بخير ما خصني والو. اخر حاجه كنت نديرها شي نهار هي نجبد المشاكل مع مرتو، واخا نعرف نصبر في الحق ديالي.
واحد النهار دخلت للدار بغيت كنحفظ شويه، من بعد دخلت لبلاصه ديال الناس سمعت الباب تحل، الوالد دخل حطاتي العشاء قبل ما يتعشى. قال لها مصطفى تعشى ولا باقي؟ قلت لا ما بغاش، ادخل لبلاصه الناس. هو بدا يعيط عليا، مصطفى مصطفى اجي. جمعت الوقفه ومشيت عنده، قال لي هيا تعشى. تي الوالده ما قالتش، قال لي هدويت معك، قلت لك هيا تعشى معايا. ما كذبش عليكم كان فيا الموت ديال الجوع، بديت كناكل، دخلت ليهم في النص ديال الطبسيل. بقى كيشوف فيا الوالد وقال لي يا قلتي شبعان؟ قلت والله الا كنت شبعان غتبارك الله على محجوبه الطياب ديالها زوين بزاف. وهي تعشينا، من بعد كلينا الديسير بقينا كنضحكوا شويه، وكل واحد فينا مشى للبلاصه ديالو ينعس. ما كملاش 5 دقائق كيبان لي الوالد خارج عاوتاني، وخارج كيسب في الخدمه وكيسب في البلاد وكيسب في كل شيء. وقعد شي جاي عاوتاني وعيطوا عليه، لبس حويجو وخرج وسد علينا الباب من برا. داك الوقيته ما دانيش الناس، بقيت حال عيني وشاد التليفون كنخابق فيه. من بعد كنسمع الضحك، ويلي دابا تقريبا 2 ديال الليل، مع من غادا تكون كضحك محجوبه؟ ما اختها كلهم كينعسو. كي جاني الفضول، خصوصا الهضره اللي كان قال لي اللحيه، بقات كدور لي في بالي. نزلت للطواليطه، هم اللي كنتراجع طلقت ودنيا مزيان، كنسمع محجوبه كتهضر وباينه كتهضر مع شي واحد ابل فيديو، حيت كان الصوت ديالو مشد بزاف. ملي قربت حدا الباب وبديت كنتسنط، سمعت شي هضره اللي تحشم تقولها قدام شي واحد. كنسمع شي واحد كيهضر معاه و تيقول لها شطحي ليا، خدمت موسيقى خفيفه وكتسمع الضحك ديالها. هما مسوقه لتا شي واحد، مع كان الليل والظلام بغيت نحط يدي على الحيط، حطيتها على الباب تدفع الباب ودخلت عند الداخل. مع شافتني دغيا جمعت حويجه ولبست واحد البينوار وقطعت داك المكالمه. وما نكذبش عليكم شبعات فيا سبان غا الصمطه ولتحت. ملي شتا عيقات علي ديال بصح قلت لها انا عارفك شنو كديري، وماشي غير انا الداب كامل، تقى الله عطاك ربي واحد راجل الله عمرها ضاع، وانتي غادي تشتي العائله ديالك على والو. بدات كتنكر في الاول، شويه بدا كيصوني التليفون عاوتاني ابل فيديو. التليفون كان حدايا وكنت كنشوف لابيل شكون اللي معيط ليها، بين التصويره ديال شي ولد في البروفيل. خدات من عندي التليفون قطعات ويدي لي مودافيو. من بعد جلسات وبقات كتبكي وقالت لي انا عارفه راسي غلطت، هاد خينا كيهددني وشد عليا شي تصاور، ما عندي حتى شي حل من غير انني ندير ليه داكشي اللي بغا، ولا غادي يخرج عليا ويدمر لي حياتي. قربت مني وبدات كتطلب فيا عافاك عافاك ما تقول ليه والو، حتى يدير لي ربي تاويل ونتفك من هاد الميكروب هذا. قلت لها كوني هاني انا ما غادي نقول لي حتى شي حاجه، غادي بالك وصافي، وبغيتك تضيع حياتك حيت الوالد الا ساق الخبر لهادشي انا متاكد انه غادي يقتلك، والله لا خلاك عايشه. بقى فيا الحال بزاف وما كنت عارف ما ندير، مشيت للبيت ديالي وبقيت كنفكر الليل كامل. الوالد والله ما يستاهل هادشي اللي كيوقع ليه، كيتعامل معاه مزيان وماشي غير معاه هي، مع كاع الناس، واخا تيبان قبيح في الوجه ديالو ولا الشكل، ولكن من اطيب خلق الله. الغد اللي مع ضربتني الفيقة في الصباح لقيتها موجودة ليا الفطور ديالي. التعامل ديالها تبدل معايا 90 درجة، ولات كتخاف لا نقول ليه شي حاجة، ولات كتعامل معايا مزيان. انا بيني وبينكم ما كانش عاجبني الحال، شي واحد اللي ما كانش غادي يتعامل معاك مزيان حيت انت عزيز غير بلاش. من بعد شي 3 أيام تقريبا جات لعندي عاوتاني وقالت لي عندك تقول لي شي حاجة. صافي انا قربت نلقى شي حل مع داك الميكروب، تا شوفي انا ما غادي نقول ليه والو، ولكن بشرط واحد، هو تنعي الشيطان وتوبي الله، هو داكشي اللي مقسمو الله هو اللي غادي يكون. كانت هضرت كاملة معقولة الليل كامل وانا كنفكر، عطاسي انا حمار وكبيرة الحمية، ودات واحد الغلط اللي كبير بزاف وندمت عليها، وكان وعدك عماني ما غادي نعاودو. لما دام حتى انا عرفتك راكي ندمتي مستحيل نقولها للوالد، انا عارف شحال عزيز عليه لا انتي لا الولد ديالك، وما نبغيش نخسر العلاقة اللي بيناتكم او اللي يديها فيك شي جريمة. حطيت يدي على كتافي وقالت لي شكرا بزاف، اسمح لي بزاف الا تعاملت معاك شي نهار خايب، غير الضغط ديال الدار وصافي. بيني وبينكم هاد السيدة هادي كاهتة بزاف، حيت اي وحدة كتكون راجلها ما فيهاش الخير. دازت الوقت، مع طوالي الحمد لله بانت هي بدات كدي عقلها، مبقاتش كتخرج بزاف حتى التليفون نقصات منو. قلت الحمد لله حتى انا داكشي اللي بغيت. من بعد شهرين تقريبا، شهرين هزيت شي مرات الوالد وحطيت شي واحد اخرى، ولات كتعامل معايا احسن معامله، لا معايا انا لا مع الوالد. داخله سوق راسها وشي بعد مرات كنلقاها كتصلي. واحد النهار الوالد فاق الصباح كيف العاده فطر ومشى للخدمه ديالو. ملي فقت انا لقيت الفطور واجد، جات لعندي قالت لي واش بغيتي قهوه ولا اتاي؟ اتاي طلع لي في راسي، قلت لها عافاك شي كازير القهوه؟ قالت لي واخا.
تما جاي لعندي وشدات واصا جات بحال الدوخه كانت غادا طيح عليا. حاولت نشدها شديتها هي ما طاحتش، ولكن طيموصه ديال القهوه كامله تكفحات عليا. مزها ديالي ما كانت سخونه بزاف، الحوايج اللي كنت غادي نخرج بهم كاملين عمو لي قهوه. حدات خواتها لي القهوه توقدات وقالت لي اسمح لي بزاف، والله ما عقلت على راسي. بقيت شاد فيها كنصحابها غير حامله عاوتاني، قالت لي لا غير شي دوخه خفيفه هادي وصافي، اسمح لي بزاف. دخل دوش، انا غادي نجيب لك الحوايج ديالك. لا صافي بلا ما تبسطي راسك. دخلت كندوش الفوطه ديالي ما لقيتهاش، قالت لي صافي دخل انت دوش انا غادي نجيب لك الفوطه من شوف السطح. فعلا داكشي اللي كان، دخلت كندوش واحد شويه كنسمع فيها كتغوت وشي حاجه طاحت في الارض. عرفتها غادي تكون طاحت، ولكن ما عندي ما ندير. بديت كنشف الصابون وكنلبس حويجي واخا كنت كامل فاسك. مع خرجت لعندها هنا كانت الصدمه الكبيره، لقيتها لابسه غير كولون خفيفه واحد بيس ماطي. مع خرجت لعندها شنقات عليا وبدات كتغوت على حرج جهده. قمشاتني في العنق ديالي وانا مصدوم ما عارفه شنو باغا مني. فهاد اللحظه بالضبط كنسمع الدقان في الباب على الجاد. شكون اللي غادي يحل الباب وهي كتغوت على الجاد وما بغاش تطلق مني؟ ولدها كيبكي في الارض والله ما تسوقات ليه. كنقول لها مالك كلابه شنو عندك؟ فهاد اللحظه هادي الوالد هو اللي كان كيدق فقع الباب اللي ما بغيناش نحلو ليه. مع دخل كيلقى طايحه في الارض وشانقه عليا ولابسه داك الحوايج، وحتى انا كنت لابس غير سوال وبيلس ماطي خفيف. بقى كيشوف فينا الوالد مصدوم وما فاهم والو. وهنا بدات التمثيليه ديالها. شتي ولدك هذا هو اللي كتقول لي انا مربي وكيعرف بيني وبين الله، ها هو تلاح لي بحال شي وحش. جاب الله عيطت عليك في التليفون وجيتي في الوقت المناسب. كره دابا تكافص عليا، بدات كتبكي وانا مصدوم كنشوف فيها وما قادرش ندافع على راسي. اخر حاجه كنت متوقعها توقع ليا هي هادي. الوالد وجهه ولا صفاء، عيني حمراء بحال شي جمرات، تمجي قاصدني والبصيرة ديالو معمية ليه. شنق عليا وبدا عليا بشي كروشيات ما نعاودش ليكم الخوت. دالي فشيخة ديال الكلاب هو كيضرب وانا مهبط ديال لتحت وما هزيتش فيها راسي. بقى كيضرب فيا حتى شبع، حتى ولا وجهي كامل دمايات. من بعد بدا كيسمعني شي هضرة، كون غير بقى كيضرب فيا وما قالش لي داك الهضرة. الهضرة اللي كان جرح بزاف راكم عارفين شناهي، بحال نتا غير ولد الزنقة عمرك ما يمكن لك تكون ولد الناس، واخا مع شنو نديرو ليك انت ما فيكش الخير. فاش كان كيضرب فيا في الاول والله دمعه ما طاحت مني، ولكن ملي بدا كيلصق لي داك الهضره الدموع ولاو كيطيحو عندي بحال شي شلال. من بعد تكاني في الارض عفط لي على الوجه ديالي ودار لي المينوط، خليا قسما بالله تنصيفطك فين طبا. ما قلت لي حتى شي كلمه. جبت التليفون ديالو بدا كيعيط، ما كاملش خمس دقايق جاو جوج ديال الحناش هزوني وداوني ديالك الكوميساريه. حطوني في واحد البلاصه جالس كلي مفشخ وعامر دمايات. وجا واحد مسؤول تما كيسول فيا شنو عندك انت؟ قلت ليه والله ما عرفت. قال لي شكون اللي جابك؟ وريت واحد بوليسي واقف هو يعيط عليه. قال لي هذا مالو؟ قال لي حنا ما عارفين والو على اللي ديك لاربي، راه جبناه من الدار ديالو، يمكن يكون شفاه ولا شي حاجه. قال لي حيدوا عليا من هبطوا لتحت. هبطوني لتحت دوزت 48 ساعه حتى شي واحد ما جا طلع عليا. كنت كناكل خبز كام والماء، كنت كنتسنى منو حاجه وحده غير يجي يجلس معايا ويقول لي عاود لي شنو وقع. والو ما تسوقش ليا، حتى انا قلت ما غادي نقول ليه والو، صافي اللي بغى يديها يديها. نهار الثالث جات واحد المرا كتسول عليا تماك، قالوا لي خرج تكلم. ملي كنخرج كنلقاها ماما عايشه اللي كانت مربياني في الخير هي. مع شافتني قالت لي تبارك الله كبرتي. جبدات الزيف ديالها وكتمسح ليا في الوجه ديالي، كان العرق مخلط مع الدم، كنت كنبان بحال شي زومبي. هاد المرا مسكينه كانت حنينه بزاف، قلت يلا غادي تمشي معايا. بغات تخرجني من تماك دو مع واحد بوليسي والدنيا صايبه اجي شي غدا بيها ضاب باك هادي. صبناتو مزيان حيت ما دواش معاها بطريقه زوينه. من بعد جبدت التليفون ودوات مع با علي. ما عرفتش مازال باقي نقول ليه بابا ولا نقول ليه عمي ولا شنو نقول ليه. واخا ما عرفتش شنو يدير لي عماني ما نسى الخير اللي دار فيا بسبب، والحمد لله كبرت وشديت الباك ديالي. عيطاتي في التليفون هو عيط ديريكت لذاك البوليسي، جا عند طلب منا السماحه وقال لي صافي يمكن لكم تمشيو. مع خرجنا من تماك شدينا طاكسي ديريكت للمحطه. من بعد شدينا الطريق للمدينه اللي كانت فيها الخيريه، هي اللي عايشه فيها ماما عايشه. هداتني لواحد الدار كانت صغيره بزاف، فيها غابيت وصالون وواحد كوزينه صغيره. قالت لي ها انت قبل عليا هادشي اللي عطى الله. لحد الان باقي ما دويت وما قلت حتى شي كلمه. قالت لي باباك علي قال لي غادي نصيفطك الحوايج ديالك. قلت لها ما بغيت الحوايج لا والو،
غيقولي ليه يخليهم عنده. بقات مسكينة ساكتة وما عارفة ما تقول ليا. عافاتني مجروح بزاف حيت باين داكشي في عينيا. ما بغاش تجبد معايا الموضوع حتى داز 3 ايام. كانت مسكينة كتمشي للخدمة ديالو في العشية كترجع وما كدويش معايا في هادشي. من بعد ما تحيت قلت لي دابا نقدر ندويو عاودي شنو وقع. الا كنتي غلطتي قولي شنو كاين. خا اي واحد يقدر يغلط. بقيت كنشوف فيها وقلت لها انا طبيب ديال يديك ياك؟ قلت لها اه. قلت لها عافاني ندير هادشي؟ قلت لها لا والله ما ديها. لا صافي هادشي اللي كاين انا ما دات والو. عموني ما نقدر نغدر الوالد اللي رباني وتهلا فيا وكباني حتى وليت راجل. انا ما طبيتش بحال هكا. طبيت على يدي ماما عايشه اللي علمتني الحلال والحرام كيفاش داير. قلت لها عاودي شنو وقع ليك؟ عاودت لها لي ديطاي ديال داكشي كامل اللي وقع. خولي داك السيده كتخول الوالد وباش تحيدني من الطريق ديالها دات ليا هاد البلان. تعصبات ماما عايشه وقالت لي دابا غادي نعيط ليه والله تنقول ليه كلشي. قلت والله ما تقولي ليه شي حاجه. الا بغيتيني نتخاصم معاك وعمرك مازال باقا تشوفي كماتي. قلت لها علاش؟ قلت لها حيت كنشوف الوالد ديالي فرحان. فرحان بداك السيده وبداك الوليد اللي عطاه الله. ما بغيتش ننكد عليه حتى هو يستاهل يعيش حياه زوينه. انا الحمد لله ما بقيت واقف على حتى شي واحد. غادي نقلب على خدمه وغادي نخدم ونعتمد على راسي. ما تسرطاتش ليها ملي قلت ليها ما تقولي ليه والو. ولكن مسكينه دات لي خاطي وما قالت لي حتى شي حاجه. من بعد شي سيمانه تقريبا وانا جالس معاها وليت كنحس براسي متقل عليها. السيده مسكينه كانت مكافيه مع المصروف ديالها ولا خاصه حتى المصروف ديالي. قلت لها سمحي لي يا ماما عايشه قريب ان شاء الله غادي نتحرك ونعاونك على هادشي كامل. عارف راسي متقل عليك ولكن هادشي لا الله. ضربتني الفم ديالي بشويه وقالت لي عمرك تقول هاد الهضره هادي نتاك ولي. من بعد جبت مع الموضوع ديالي ملي كنت صغير. قلت يا شوف انا عارف عليك حاجه وحده. هي جابوك لعندنا وانت باقي لحمه. شكون والديك؟ شكون اللي جابك؟ والله ما عرفت. قلت يا ولكن ما تخافش انا غادي نسولك المدير ونجيب لك داكشي بالتفصيل. وقفات معايا مسكينه ماما عايشه وجابت لي شي ورق من الخيريه وقدرت نصوب الوريقات ديالي منهم لاكارت ناسيونال. من بعد كان واحد كونكور ديال البوليس خونا ندفع ليه. بقيت كنتسنى شحال وما عيطوش ليا. مايمكنش غادي نبقى ما بعيد ديال نتسنى في الكونكور ديال البوليس عيطو ليا. نمشي نقلب على راسي باش مما كان مهم ونجيب الصف. بقيت كنقلب حتى جاب الله واحد خدمه خدمت في ماكدو. كنت كنسالي الناس واخا الصالير ما طالعش بزاف. المهم كندبر على مصايف باش نكالي على راسي ونعاون ماما عايشه اللي كان المدخول ديالها مسكينه حتى هي على قدها. كانت فيما كتجي كتسولني فين وصل الكونكور عيطو لك ولا لا؟ تنقول لا ما عيطوش. داس الوقت وعاود دفعت المرة الثانية وعاود تاني ما عيطوش. أما الوالد داس سنين وعمو ما جا سول فيا شي نهار. من حقه حتى أنا عادو. أي واحد كان في بلاصتو كان غادي يدير نفس الشي. ماما عايشة جات عندي واحد نهار وقالت لي عاود تاني داو الكونكور ديال البوليس. قالت لي دفع ليه وما تفقدش الأمل. قلت لها ما نكذبش عليك آخر مرة هادي غادي ندفع ليه. هي لا عيطو ليا مزيان هي لا ما عيطوش ليا صافي راه ما فيهاش الخير. قالت لي عرفت اش غادي دير؟ أنا كنعرف واحد السيد خدام في البوليس غادي نسولو قبل ما تدفع باش نعرفو المشكل مناش علاش ما كيعيطوش لك. مشات ماما عايشة عند السيد سولاتو وقال انا غادي نتوسط لك واحد السيد ونسولو واش عنده شي مشكل ولا شي حاجة. فعلا خدا السمية والكنية ديالي ومشى كيسول عليا. سول الناس كبار اللي خدامين في داك لاكونكو اللي كيعيطو الناس وجاوبو بصراحة قال لي هاد السيد هذا شي واحد موصي عليه باش عمو يدخل البوليس وهذا اللي موصي عليه باينة شي دراسة صحيحة. جا لعندها وقالتها ليه. قالت عافاك سول لي شكون؟ قال له والله ما عرفتش وما نقدرش نسول لك مازال كتر من هادشي. مع جات قالتها لي عرفتو شكون غادي يكون غير الوالد. الوالد باقي حاقد عليا هادشي علاش دار بحال هاكا. سولتني ماما عايشة علاش ضحكتي ملي قلت لك هاد الهضره هادي؟ قلت لها لا والو فهمات الفيلم حيت داك السيده هي اللي مربياني ملي كنت صغير. ما قالت لي والو لبسات جلابيتها ومشات لعند الوالد وتفرقعات عليه. قالت لي علاش درتي بحال هاكا؟ ياك وعدتيني بلي غادي تهلا في داك الدري ما دارلك والو. الوالد توا تفرقع عليها وقال لها ما دار ليا والو هذاك الدري غطاه وماشي ولد الناس. بقات ماما عايشة كتفكر واش تقول ليه ولا ما تقولش ليه. الله دارت بها حتى هي. من بعد قالت لي فكر مزيان يمكن تكون غلط فكر الناس اللي طايرين بيك وشوف واش كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. انت زعما راك ضابط وقضايا قد الخلاف فكيتيهم والقضيه ديال مصطفى دغيا حكمت عليه باللي دار. قال ليها ماشي ما كتكذبش وما عندهاش علاش غادي تكذب عليه. بصح الغلط ديالها هي اللي كتعامل معاه بحال شي مالك فما يروح الصباح يلقى الفطور ديالو
وهادشي كنت كنشوفو بعينيا، ما قالوا لي حتى شي واحد. كانت باغا تفرقع مع رمانة وتعاود لي كلشي، ولكن خافت مني لا نتقلق. داكشي علاش قالت لي شوف انت دابا هادشي كامل دير غير بوجهي انا، الله يرحم لك الوالدين. انت راك عارف داري الحلم ديالو يخدم في البوليس بلا ما توقف لي انت في الطريق ديالو. قال لي هادي راه مينا شريفة، قال لي بحال داك المكايب ما يستاهلوش يخدمو فيها. هذاك باه غدو عاد باش الا شتي منصيب هذاك غادي يبدا يكذب في عباد الله. هذاك سير بحالكم مطلوبين على حتى شي واحد. بقات كتطلب فيه شحال وكتبكي، قال لها غير جليت بوثوم ليه. من بعد بقى ساكت وقال لها صافي 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 انا غادي نشوف شنو غادي ندير. حد هدوات معاها دا الشهر تقريبا وما يعيطوا ليا. كنت غادي نطير بالفرحه. هادشي كامل كان وقع وانا ما فاسي والو. ماما عيشه ما قالت لي انا مشيت لعندو. كان صحاب غاهو مهداهم الله وعيطوا ليا. فعلا دوزت الامتحان الاول نجحت فيه، الامتحان الثاني حتى هو نجحت فيه وكنت غادي مزيان. من بعد وليت بوليسي. كنت بوليسي صغير بزاف، بعد مرات كيحطوني في الباب في البراجات. كنت كنحس براسي بلا قيمه. كنت باغي نطور المستوى ديالي حيت ماشي هو هذا الحلم ديالي. الحلم ديالي هو نكون ضابط ولا نكون شي حاجه كبيره. المهم كملت القرايه ديالي والحمد لله ما كنت كنوحل في حتى شي حاجه. من بعد عامين تقريبا ترقيت وتزاديت في الكراد، وكنت فيما كنشد شي صالير كنقسمو مع ماما عيشه، واي حاجه خصاتها كنعطيها ليها. واخا مسكينه ما كانت كتبغي تشد من عندي ريال. من بعد مده تقريبا الحمد لله ترقيت وليت داكشي اللي كنت كنحلم به. وليت حنشه، وليت كنخرج السيفيل كنشد شفاره كنعاون الناس. كنت خدام وفرحان حيت هذا هو الحلم ديالي والحمد لله تحقق ليا. من بعد تفكرت بابا علي، واخا كان حاقد عليا قلت غادي نمشي نشوفو واللي بغا يوقع يوقع. مشيت للولايه اللي كان خدام فيها ملي كنسول عليه تيقولوا لي راه مريض، وشيت لتشو ما بقاش على الخدمه. مشيت لعندو للدار كندق، حلات ليا ماتو. مع الحله اللي حلات ضربتني واحده ريحه الخوت ما نكذبش عليكم، ريحه خانزه خارجه من الدار. هاد الريحه كانت بحال ديال شي بخور اللي كان خانز. واش كاين الوالد؟ بقات كتشوف فيا وقالت لي اه هذا انت اش بغيتي؟ سمعتك بحال قلتي الوالد نسيتي راك جاي من الزنقه. الاهانيه مقبوله منك غير كلم لي الوالد. قالت لي ما كاينش الوالد سير في حالاتك. ستاتي الباب على وجهي. ماما غادي نقدر ندير معاها والو، داكشي علاش مشيت عند ماما عيشه وقلت لها يلاه معايا. عاود دقيت عليها في الباب وهي تحل ليا. وقفت لها ماما عيشه في الباب وقالت لها بغينا نشوفو علي. قالت لها مريض. قالت لها عرفناه مريض داكشي علاش جينا نشوفوه. مع دخلنا مع الباب قالت لها ماما عيشه اش الريحه عندك؟ بحال كليام جاي مرات مع راسك، ولكن راه ما يدوم على الله. بقات كتشوف في هذاك ختنا وما فهمت والو. دخلنا عندو لواحد البيت والله حتى تصدمت بالله. الواليد كيفاش ولا؟ الواليد كان من داك النوع بحال الفورمه ديال القزاره، طويل وعامه واحد الموسطاج قداش. ولا الواليد مسكين ضعيف، جالس واحد القنت في واحد البيت وهذاك البيت خانز. كيبان لك الواليد مسكين موسخ، عمو ما كان في هاد الحاله هادي. لدرجه مسكين ملي شافنا ما رضاش حتى يهضر معانا بداك الحاله اللي كان فيها. دوات مع ماما عيشه وتفاقعات عليها. قالت لها ماشي حرام عليك، علاش مخليها في هاد الحاله هادي؟ الما ما كاينش. قالت لها ماشي شغلك، حتى تكوني انت اللي مزوجه به خو داك الساعه ديالي اللي بغيتي. وهو عاجبو الحال وما تشكم حتى شي واحد، يعني كل واحد يديها فاسو. جلست بس الوالد راسو وريحت حداها، كانت ريحه خانزه خارجه من الوالد. باينه مسكين شي 4 شهور ولا 5 شهور ما شافش الما كيفاش داير. قلت خليني انا ندوش ليه. قالت لي سير دافع راسك، سير قلب على باك امك شكون هما. نهضت لها ماما عايشه كانت غدا تعيشه. فكيت امه وقلت صافي يلاه نمشيو نبدلو الساعه بخرى. ما لقيت لها حتى شي جد. رجعت للخدمه ديالي وبالي مشغول مع الوالد اللي ولا في داك الحاله. ماما عايشه قالت لي والله حتى ساحر عليه بالله، شو مسكين ما كيهضرش كاع. شتي على ريحه عندها في الدار كي دايره؟ ملي كنت خارجه طليت في الكوزينه بان لي واحد المجمره 100% الله طفاتو. لعن الله مسكين شنو دوزت عليه. وليت كنمشي للخدمه ديالي والعقل ديالي مرفوع. كنجي للدار كنبقى نفكر شي طريقه كيفاش غادي ندير باش نعاون الوالد ديالي. مشيت للموبل اللي كنا ساكنين فيه وبديت كنسول الجيران على الوالد وعلى ماتو. كلشي تيعافيها، حتى شي واحد ما كيحملها. كانت كتعامل خايب مع الناس كاملين وكتكبر عليهم، حيت هي زعما مات الضابط علي. ما كان عندي حتى شي حل هو نراقب داك الميكروبا ونشد عليها شي حاجه حيه. فعلا بقيت مراقبة تقريبا شي سيمانه. سيمانه هي كتخرج ولدها كدير المدرسه، من بعد كدوز لواحد الجرده كتبقى تهضر في التليفون عاد كتدخل للدار.
تخيلوا معايا سيمانة وانت حاضرة لخدمة لادمة، غير باش نعرف عليها شي حاجة، ولحد الآن باقي ما عرفت والو. حتى بديت كنفقد الأمل. واحد النهار كنت كندوي في التليفون كيف العادة، بقيت أنا شاد التليفون ديالي وكنراقبها من بعيد. شوية كيبان ليا واحد خونا جا وقف حداها، سلم عليها بليد، ناضو بجوج ركبو في الطوموبيل وتحرك هداك الطوموبيل. بديت كنقلب على شي طاكسي باش نتبعهم، من الزهر ديالي ما جيت فين شي طاكسي حتى تلفو ليا. مهمة الميكروبا تأكدت بلي مازال باقا كدير شي حاجة خايبة، خاصني غاد الدليل باش نصيف طما للحبس. مشيت عند ماما عايشة وعاودت لها البلان كامل، قالت لي ولدي اش غادي نقول لك، الله يعاونك الله يعاونك عليها. من بعد شي 5 أيام تقريبا جابوا لي واحد البرهوش كيقرا في شي مدرسة وهاكا لدي التليفونات ديالهم كاملين، وخذا لي متصاور وشي وحدة ديكلارات بيه. الدليل بين ولد عائلة غادك التواهيش ديال الصغر وصافي. جات مو با كيطلبوا فيا، وحتى هو ولا مزنك ولا مخلوع، عارف راسو غادي يمشي للحبس. شديت انا داك القضية، قلت لمو باها غاسير وكونو هانين، وبقيت نهضر معاه شحال. قلت شوف انا غادي ندير معاك مزيان، غادي نخليك تمشي في حالك، تصور ديال الدريات كاملين غادي تمسحهم، وغاتسيني ليا ورقة بلي هذا اخر انذار، عمرك باقي تأذي شي واحد، المرة الجاية والله ما نرحمك. قال لي صافي كون هاني، الله يرحم لك الوالدين، ولكن هادشي كامل بشرط واحد. قال لي شنو هو؟ قلت لي واحد مسخ بغيتك تهاكي لي التليفون ديالها، بغيت نعرفها مع من كتهضر شنو كدير. قال لي هادشي كامل اعتبره مقضي، قال لي جيب لي غا التليفون ديالها. قلت لي هاك خلنا ما قيدة عندك. قلت لي ملي تقضي الغرض عيط عليا في التليفون. قال لي اش من قضي الغرض؟ دابا انا معاك. قلت لي صبر صبر بلاتي. خرجت انا وياها ومشينا لواحد القهوة، دخل النمرة ديالها في الواتساب، هو صيفط لها ميساج. من بعد صيفط لها واحد ليان دخلات ليها، قال لي مبروك عليك، هو التليفون ديالها كامل عندك، اي حاجة كدير اي ابيل غتولي توصلك. قال لي باقا شي حاجة اخرى شاف؟ قلت لي غتخلي لي نمرة التليفون ديالك، الا احتاجيت شي حاجة غادي نعيط عليك، دير عقلك اصاحبي، حتى انت ما تبغيش لي ديال اختك داكشي اللي درتي انت. قال لي والله ما باقي نعاود، قال لي غير غلط وصافي. المهم صيفطتو في حالو، وبقيت مراقب التليفون ديال داك الميكروبا. وهنا ولا فيما كيوصل الليل كنشوف العجب العجاب، مع من كتهضر والطريقة كيفاش كتهضر والتصاور اللي كتصيفط، داكشي كان كيخلع بزاف. حتى ملي زابيل كنت كنتصنت ليهم وابيل فيديو كامل كنتفرج فيهم، كنت كنسجل داكشي كامل. من بعد ما سجلت تقريبا شي ساعة ديال المكانة، فات التخلويط ديالها كامل اللي كدير، والهضرة اللي كدوي على الوالد كيفاش دايرة، وداكشي ديالها كامل. مشيت عندها واحد النهار دقيت عليها في الباب مع حلات ليا، دفعت تكيتها في الارض، درت لها المينوط، جا واحد الحلشة معايا اخر، هز ولدها وديناها للكوميسارية. قلت لهم هادي ما يحقق معاها حتى شي واحد، هادي تابعة ليا انا. السيدة دارت ليا الشوهة تماك، بقات كتغوت وكتحيح، قالت لي والله لا بقات فيك، قالت لي واش عارفني انا شكون، والله لا بقات فيك. قربت لحدا حيت لها المينوط، وانا خدم لها فيديو واحد من داكشي اللي كانت كدير، حتى دابا غادا تسكتي ولا غتبقي تشوهي فيا. حدا طاسها في الارض وهي تمشي طيح في واحد القنت، داك الغواش كامل اللي كان فيها تحول لبكا، ولات بحال شي دايه ضايفه والله يعمرها دار. عيطت على ماما عايشه ومشينا للدار لعند الوالد. تخيلوا معايا مع دخلنا للدار راسنا ضارنا بقوه الدخاخن وبقوه داك الريح الخانز اللي كنا كنشمو. ماما عايشه بقات غير شويه وهي تسخف، قالت لي انا ما نقدرش نعيش هنايا، قالت لي انا ديجا كان عندي مس، ولا بقيت هنا كيبان لي غادي يعاود يرجع لي داك المرض اللي كنت فيه. خرجت وبقات كتسنى فيا في الدروج. مشيت لعند الوالد قلت له واش خاصك شي حاجه، بقى غير ساكت وكيشوف فيا. تخيلوا معايا زيت الوالد خطفتو وحطيته في الطوموبيل ديال الخدمه وديتو ديريكت للكلينيك. تخيلوا معايا الفرق اللي ولا فيه الوالد كيفاش داير. الوالد من بعد ما قلت لكم كان غليظ وطويل، قدرت نخطفو بالزابه، قوه الضعف اللي ولا فيه. داو الكلينيك قلت لهم قلبوه كامل، فعلا قلبوه كامل وقالوا لي ما عنده حتى شي حاجه، عنده غير سوء التغذيه وصافي. كنت باغي نرجعو، خفت عليه من داك الدار. الدري صاحبي اللي خدام معايا حنشه عنده واحد باطمه خاويه، كان يجيبو عندي ماشي مشكل حتى يصحو داك الساعه ديه. فعلا داكشي اللي كان، ديتو لداك الباطمه الاخرى، وبقات ماما عايشه مسكينه هي اللي مقابله، كتعومو وكطيب ليه الماكله، حتى بدا كيرجع الصحه ديالو بشويه بشويه. ولكن في الليل ما كينعش، كيبات يغوت الليل كامل. كنهزو كنديرو للسبيطار، تيقولوا لنا ما عنده والو. المره الاولى الثانيه الثالثه ماما عايشه قالت لي انا عارف شنو عنده، وعارف دواه. قلت لها شنو عنده مالو ياك لاباس؟ جبد التليفون ديالها وعيطت لواحد راقي، دخل عنده للدار وبقى كيقرا عليه. تخيلوا معايا الوالد هاد المده كامله ما هضرش كاع، ملي بدا كيقرا عليها اللسان ديال الوالد تسرح، بدا كيتجاوب معاه وتيقول ليها انا ما داير والو، انا غير خادم،
خادم حاضر واحد السحر عند السيد هذا. قال لي واش داك السحر مدفون ولا فين كاين؟ قال لي لا هذا راه واكلو توكال، كان داك الميكروبا كتوكلو شي عجب بس تصفي عليه، خصوصا من بعد ما الوالد كتب لها كل شيء، الطوموبيل الطار اي حاجه كانت في سميتو كتبها لها. قال الوالد متبع مع داك الراقي واحد المده ديال 4 ايام ولا 5 ايام، نهار السادس جاب لي واحد البوديزه، بوديزه كان فيها واحد المقهوي هي شتيه ما تحمل كاع تشربو، ولكن هذا هو العلاج. عطاه الوالد وقال لي شرب هادشي، الوالد ما بغاش، بقينا مقاتلين معاه مضاربين معاه حتى شربنا لي صحه نص بوديزه شربها كامله. من بعد جبنا لي واحد البانيو بيض هو بدا كيرد فيه. تخيلوا معايا الخوت داكشي اللي رد شناهو، رد داكشي بحال الزغب، داكشي كحل كيخلع، خيوطه كحلين، بقينا كاملين مصدومين، حتى من الوالد بقى مصدوم داكشي اللي خرج ليه من الفم ديالو. الراقي مع شاف داكشي اللي لاح الوالد هو يقول لي بالصحه ديال الفيدونج، ضال عندي وقال لي على سلامه الوالد ديالك. هادي داس لي من نيف، كون بقى شويه والله لا بقى عايش. المهم الوالد شويه بشويه بدا كيهضر، مرات يقول لك عطيني شريبه، مره فيه الجوع، الا بغى يمشي للطواليط. ماما عايشه مسكينه بقات مقابلاها، واي حاجه بغاها كتحضرالي. ما غاديش نقول لكم شهر ولا شهرين، ولكن في ظرف 10 ايام الوالد ولا كيتحرك ولا كيخرج كيفيق كيهضر معاك، ما بقى ساكت كيف الاول، ولكن واخا هكاك كان مازال باقي كاعي عليا. الله عالم كنت كنتعامل معاه بحال الوالد، واخا يكون كاعي عليا ما غاديش نكاعي عليه انا، حيت انا ماشي ولد الحرام باش ننسى الخير اللي دار فيا. مشيت للكوميساري واحد النهار كنسول على داك الميكروبا، تيقولوا لي شي واحد خارجه. تعصبت وقلت لهم شكون اللي خارج هادي؟ قالوا لي راك تعرف شي واحد هو اللي جدوى عليها وداها، ما قدرنا نقولوا ليه والو، خصوصا انها مشدوده بلا تهمه بلا والو. ملي الوالد صح شويه كيف قلت لكم ما كيهضرش معايا، دوات مع ماما عايشه قالت لي شنو غادي دير؟ قال لي غادي ندير كلشي الا داك الدار ما نرجعش ليها. الوالد ولا كيكره داك الدار ولا خايف منه بسبب العذاب اللي دوز فيه. واحد النهار جلسنا تغدينا مجموعين، من بعد ماما عايشه قالت لي عندي لك واحد الخبار زوينه بزاف وغادا تفرحك. قلت لها شناهي؟ قالت لي راه سولت المدير كيفاش حتى جيتي النهار الاول هنايا، هو ما كانش قديم بزاف، المدير اللي كانت قبل منه هي اللي استقبلاتك، عيط ليها ودوى معاها. قالت لي داك الوليد نهار جا جاب واحد كورميطه في يديه فيها السميه ديالو بوحدها بلا كنيه بلا والو، وفيها لاطات نهار تزاد لاطات كامل. واخا هادشي اللي قالت لي ماما عايشه ما كانش كافي باش نعرف الوالدين ديالي شكون، ولكن على الاقل بعدا وليت عارف النهار اللي تزاديت فيه هو باللي فعلا سميتي مصطفى ماشي سما ولي غا في الخيريه. دارت لعند الوالد وقالت ليه هو نعل الشيطان دوي مع ولدك. بقى ساكت الوالد هو يتفرقع ماما عايشه وعاودت ليه كلشي. قالت لي هاد الدري هذا غا ظلمتيه معاك راه ما دارلك والو، واخا قلت لها سكتي ما تقولي ليه والو. قالت لي صافي تالي غدا نبقى ساكته، هذا هو الوقت باش يعرف كلشي. وبدات كتعاودي داكشي بلي ديطاي. الوالد واحد جيه بحال بدا كيتيق وجيه ما بغاش تدخل ليه لراسو. من بعد جبت التليفون وبغيت نوري داك الفضيح اللي كدير ماتو، والله تحشمت وبقى فيا الوالد. خبيت الفيديوهات ووريته اوديو واحد وهي كتهضر مع صاحبها، بقى الوالد حاطو في ودنيه كيتسنط ومصدوم من داكشي اللي سمع. الوالد ملي كمل الاوديو قالت ليه ماما عايشه هادشي اللي وراك راه والو، كلشي شي حاجه اخرى والله ما تشوف النعاس كيدير، خلي يعطيني نشوف. قلت لا لا ما كاين والو ماما عايشه صافي هنينا. الوالد بقى شاد التليفون وبدا كيقلب بوحدو حتى دخل ولقى واحد الفيديو اللي ضرب خاطرو بزاف، بقى كيشوف فيه. من بعد سد التليفون وما طاه ليا، بقى حاد راسو في الارض وما قادرش يشوف فينا كاع، ما قال حتى شي كلمه، غا هو كنسمع البكا ديالو، كان كيتنخصص مسكين وما قادرش يهضر معانا. قالت لي ماما عايشه صافي الا مشات مرا يجيو 10، كاع ما تبرز طاسك معاها كاع ما تستاهل. هز راسو بقى كيشوف فيها قال لا والله ما مصوق لها هي، انا بقى فيا غير هاد الدري هذا اللي ظلمته معايا، هو ما دارش بالوصيه ديال المرحومه اللي قالت ليا. لا عندي بقى كيشوف فيا وقال لي اسمح لي بزاف. قلت لي ما كاين حتى شي مشكل، انا مسامحك في الدنيا وفي الاخره، عمرني ما نسى الخير ديالك واخا ما عادش نوديه معايا. حنا باقي كندويو هو يصوني التليفون ديالي، ملي كنشوف كنلقى التليفون اللي مهاكي ديال الميكروبا كدوي مع شي واحد على اساس الدار باغي تبيع عليه. تفاهمت معاها ونقصات لي نصف الثمن غير باش يشري من عندها دغيا. كندير اوت بالو الوالد سمع داكشي كامل، جمع الوقفة مسكين ورجع للخدمة ديالو، دو مع واحد الشاف اللي فوق منو عاود ليه الحالة ديالو علاش مرنك ديك المدة كاملة، حتى هما تفاهموا وصوبوا لي واحد الشهادة طبية ودوزوها بعضياتهم. من بعد رجع للخدمة ديالو، بشوية بشوية الحمد لله الصحة ديالو رجعت حسن من الأول.
كواحد بطمخة ولا عايش فيها. ميكروبا كانت عارفة الوالد وصلته الخبارة، رفعت عليه دعوة ديال الطلاق ولات غابة باش ما تلاقاش معاه. ولكن مع الوالد تبارك الله عنده بزاف ديال النفوذ ديالو، كان عارف لا اللي يشوف انت خويا جات السوق هذا دايرها في خدمتك وانا عارف شنو غادي ندير. اول حاجه بغى يعرف الوالد مسكين هو داك الولد واش ولده ولا لا. مشى عند واحد الطبيب كيعرفو، كان كيمشي عنده هو مطروقة هي، سلم عليه حيت مده طويله ما رجعش لعندو. هاد ماتو الجديده كانت كتقول ليها ما مشيش معاك عند نفس الطبيب اللي كانت كتمشي عنده ماتك الاولى، انا بغيت الطبيب ديالي بوحدي. ودار لها خطا، المهم هالطبيب ملي شافو سلم عليها وقال لي بغيت نعرف واحد الولد واش ولدي ولا لا، شنو خاصني نجيب ليك. بقى كيشوف في داك الطبيب وقال ليها ولد من ولدك انت؟ قال لي اه. داك الطبيب ما جاوبو ما والو، بقى شاد واحد السيلو في يديه وكيدور فيه وقال لي اش غادي نقول لك السي علي، والله ما عرفتش باش غادي نجاوبك. قال لي غادي تقول لي شنو غادي نجيب، واش بغيتي نجيب لك الدري كامل ولا غير شي حاجه منه. قال لي السي علي اللي ما عرفش هو انت راك ما كتولدش، فاش كنتي كتجي عندي انت وماتك راه ماشي هي اللي كان فيها المشكل، انت اللي كان فيك المشكل ما كتولدش، وكان ديما كتقول لي ما تقولش لي هاد الهضره هادي وقول ليها العيب فيا انا، حيت كانت كتخمم فيك لا يبقى فيك الحال، حيت كانت عارفاك متعلق بالولاد بزاف وما بغاتكش تقلق ولا تبقى هاز الهم لهاد الشيء. الوالد مسكين عاد عرف النعمه اللي كانت عنده كيفاش دايره. مسكينه هي كانت كتولد وتحرمات من الولاد بسبابه، فعمرها شي نهار جرحاتو ولا قالت لي حتى انا بغيت الولاد بحالي بحال بنات الناس، مشات ربات وليد وما قالت ليه والو. هو كان كيجيب ليها الله اللي هو اللي داير معاه مزيان وصابر معاها، ولكن العكس اللي وقع. الوالد من اللي عرف ان داك الولد ماشي ولدو وهاد المده كامله هو كيربي فيه، والخوا مازال باقا كتلاقى مع صاحبها زاد حقد ديال بصح، وصى واحد جوج ديال الحناش خدامين معاها في ظرف 48 ساعه جابوها ليه تال عندو، وصاهم عليها بطوال لتحت كاموها مزيان. من بعد طلعت لعندو وبدات كتبكي عليه، الا ما درتيش بوجهي انا ديال غاب وجه ولدك. فبدا كيضحك وعطى الورقه باللي هو ما كيولدش. من بعد خلعوها مزيان ورجعت ليه الاملاك ديالو كامله، كاع داكشي اللي كان كاتب لها في سميتها. قال لها بامكان ديالي نصفيها لك، ولكن والله ما تستاهلي، ما تستاهليش وخسر على قبلك خدمتي، انتي بو زبال وغادي تبقى حياتك كامله بحال هاكا. من بعد استقلات التهمه ديال الخيانه الزوجيه، ومعه تبارك الله واصل في المخزن وكاع الناس كيعرفوها، لا قضاه لا محامين، غاقوا لها ويد ديال بصح، ضربوها بخمس سنين ديال الحبس لا هي لا صاحبها اللي كان معاها. الوالد مسكين بقوه ما كره داك الدار باعها وشرا ابارتمون اخرى، عيا معايا باش نجي نسكن معاه، ولكن قلت ليه لا غا سمح ليا، انا تحولت لهاد المدينه على قبل ماما عايشه، هي اللي ما تخلاتش عليا في هاد الوقت هادي، ودابا انا ما قدرتش نخليها تعيش بوحدها، راه هو اللي فاتني. جا حتى لعندها ودوى معاها وقال لها خلي الدار يمشي معايا. قالت لي انا ما حبست ما والو، جات لعندي وقالت لي صافي سير مع باباك. كنت حاسبها في عينيها خاصه شي واحد اللي عايش معاه ما بغيتش يخليها بوحدها، داكشي علاش طاح في بالي واحد البلان قلتو للوالد. قلت له الوالد الا بغيتي نمشي معاك راه القضيه سهله بزاف. قال لي شنو هي؟ قلت له اش بان لك فات ماما عايشه؟ هادي الله يعمرها دار، ملي كنتي مريض هي اللي كانت مقابلاك وزعما تستاهل تكمل معاك حياتها، معقوله وما باغا لا خدمه لا والو، بغات غير شي ولد الناس وربي ما جابش ليها، وانت كتشوف تبارك الله راه زوينه ماشي خايبه. بقى كيشوف فيا وقال لي غنعاود الغلط عاوتاني اللي درت، تي ما كاين لا غلط لا والو، واحد النهار بغيتي ولا كرهتي انا غادي نتزوج وغتبقى عايش بوحدك، اللهم جيب لك البياسه هادي تعيش معاك، غادي غطيع الوالد. بقى كيشوف فيا وكيضحك وقال لي خو زعما تبغي؟ تي شتي لاخر كامل خليه على حسابي، قال لي وصافي ولدي اللي بغيتي. مشيت عند عايشه ودويت معاها وما بغاتش في الاول، ما عرفتش واش بصح ما بغاتش ولا كانت غير كتمثل عليا، حيت من بعد نص ساعه ديال الهضره وافقات والحمد لله زوجناهم. مشيت عشت معاهم في هذيك الدار ماشي مده طويله بزاف، حيت بغيت نخليهم عايشين بوحدهم على راحتهم، كاين واحد الباطمه ديالي بوحدي، خاصني ضروري نجي عندهم مره في النهار، وكنت عزيز بزاف على الوالد، كان فيما كيشوفني كيأنبو الضمير ديالو على المعامله اللي تعامل معايا، ولكن انا كاع ما كنت مسوق داكشي كامل. كيف قلت لكم ما كينسى الخير غاود الحرام، بسببه هو انا شاد هاد البوسطه هذا اللي كنت كنحلم به الصغر ديالي كامل. الحمد لله ماما عايشه ولات كتسرى في الدار ومقابله الوالد، عاد رجعت فيها روحه ورجع الوالد كيف كان في الاول، الصحه والطوله وكلشي عطت ليه البال، الصحه ديالو تحسنات. من بعد شي شهر تقريبا عيط عليه الوالد، فينك انت دابا؟ قلت انا خدام. قال لي شوف غتخلي داكشي كامل اللي في يديك وغتجي عندي لواحد القهوه. قلت لي مالك لاباس؟ قال لي ما كاين باس غتجي عندي،
هزيت الطوموبيل ديال الخدمه ومشيت لعندو ديريكت لك القهوه. وانا في الطريق قبل ما نوصل عيط عليا وقال لي شوف جا عندي غلط الدار. قلت له الوالد والله تخلعتيني شنو واقع؟ قال لي قلت لك ما واقع والو صاحبي صافي جا عندي للدار. حولت الاتجاه ومشيت ديريكت للدار عنده. دقيت في الباب حلات لي ماما عايشه ما شافتني كانت كتضحك والدموع في عينيها ومزنيه. انت مالك لاباس؟ شكينا شي خبار زوينه؟ ما عرفتش كنت كتضحكي ولا كتبكي. جراتني لعندها وعنقاتني. سدات الباب وقالت لي اجي معايا. دخلنا للصالون كنلقى الوالد جالس وجالسه واحد المراه جوج ديال البنات تقريبا في التقاعد ديالي وواحد الوليد اللي كان صغار مني غير بشي عام ولا عامين. حيت الصباط ديالي ودخلت سلمت عليهم وجلست. قاد داك المراه كتشوف فيا وبدات كتبكي. الناس اللي معاها كاملين بداو كيتباكاو. كنقول هادو مالهم؟ قال لي الوالد هادي مفاجاه ديالك. قلت لي شنو الوالد شنو واقع؟ قال لي هادي امك وهادو خوتك. تخيلوا معايا على موقف طحت فيه كيفاش داير. شحال في عمري دابا عاد تلاقيت مع الام ديالي وخوتي. ما عرفت واش نضحك ولا نبكي ولا نوض نعنقا ولا شنو ندير. بقيت غير كنشوف فيهم وعيني حمرين والدموع هابطين منهم. بقيت كنشوف الوالد وقلت ليه الوالد يقدر يكون شي غلط ولا شي حاجه. خويتي كانوا كيتاحدوا في ديك الساعه. ناضت الوالده وقفت خويا كانت يدو عطينا بالظهر ويتهز ديال القميجه. قالت يا ولدي عفاك بغيت نشوف الظهر ديالك. قالت لي عندك شي توحيمه بحال هادي؟ ملي شفت التوحيمه اللي في خويا والله تصدمت. فوتوكوبي ديالها عندي. هزيت القميجه وريتها لهم. الوالده بدات كتحيه في الارض وكتغوت وكتبكي وكتقول حسبي الله ونعم الوكيل. ما عرفتش شنو وقع ملي كنت صغير ولكن على ما سمعت شي واحد ما كانش عنده مع الوالده هو اللي خوني. داني حطني في شي بلاصه وشي واحد جابني الخيريه. ومن الزهر ديالي معد زاديت واحد الخاله عندي اللي حطات لي الكوميطه اللي فيها لاضات والسميه ديالي. خوتي كاملين كيعنقوا فيا وكيبكيو. خونا ما عرفت راسي باش تبليت. صعيبه ماشي شي حاجه اللي سهله. حياتك كامله وانت عايش ما عارف كاع والديك الاصليين فين كاينين. واخا الحمد لله كاع ما تكافصت في الطفوله ديالي. دازت الطفوله زوينه وبزاف ولكن تحمت من انني نعيش مع خوتي. بقيت جالس معاهم مصدوم وكنا كنتباكاو. من بعد دار الوالد عند السيده اللي ما عرفت باش نعيط عليها واش نعيط على ماما ولا شنو سميتها اصلا كاع ما عارفه. قال الحمد لله ولدك طب احسن طبيه. من هاد زاد وهي مكلفه بها السيده هادي هي اللي كانت خدامه في الخيريه. تهلات فيه حتى كبر وكان مربي هو من دون الدراري كاملين. هم اللي جينا حنا كنقلبوا على شي وليد عطاتو لينا حنايا حيت كانت عارفه انا غادي نتهلاو فيه. وفعلا داكشي اللي كان ربيتو وتعاملت معاه بحال ولدي واي حاجه حل عليها فمو كنجيبها ليه. والحمد لله دابا خدامه هو ضابط كبير. الوالده مسكينه بقات غير كتشوفيه متصمره وكتقول ليها الله يجزيكم بخير. حطات لينا ماما عايشه الغداء تغدينا مجموعين. من بعد قال لي الوالد غنوصي معاهم انا غادي ندوي مع الشاف ديالك خود لك واحد 3 ايام. ما عرفت فين غادي نمشي معاهم شنو غادي ندير ولا شنو خاصني كاع ندير. خرجنا من الدار عاود عيط عليا الوالد وقال لي شوف خلي الساو ديال الطوموبيل ديال الخدمه راك ديال الطوموبيل ديالي. فعلا داكشي اللي كان هزيتهم في الطوموبيل ديال الوالد. هم اللي تمينا غادي في الطريق سولتهم على بابا فين هو علاش ما جاش معاكم. بقاو كيشوفوا في بعضياتهم وقالوا لي باك الله يرحمه مسكين مات من بعد 4 سنين من الاختفاء ديالك. تخيلوا معايا من اللي عرفت الوالدين ديالي فين كانوا عايشين كنت غادي نموت بالفقصه. ما كانوش بعاد بزاف غير في واحد الحي شعبي قايب لينا مع بلاصه الطوموبيل. قلت لهم فين؟ قالوا لي هنايا. هاد الدار هادي كنت كندوز عليها تقريبا يوميا وشحال من شمكه كنا كنبغيو نشدوها كندوز من حدا هاد الدار. وباقي نعقل اخر مره كنت واقف حداها وكانوا الناس كيطلوا. يمكن الوالده كانت كتطلع عليا وانا ما فراسيش. كانت كتشوف ولدها مع البوليس وما عارفاش شكون هو. دخلنا للدار والوالده كتزغات وخوتي فرحانين. كان واحد الجو زوين بزاف. مع جلست مشات اختي كتجري وهزات واحد الالبوم ديال التصاور وجابته حتى لعندي. تصور انا باقي صغير مصور معايا الوالد والوالده. والاهم في هذاك الشيء كامل هي ديك الكوميطه اللي كانت في يدي اللي عطاتها لي خالتي. الوالده ما دارت والو حتى تاكدت بلي انا ولدها. عاد عيطت على العائله وبداو كيجيو خوالاتي وعماماتي كلشي كيتعرفوا عليا. خالتي اللي كانت حطات لي الكوميطه هي الاولى جات لعندي وشاف الكوميطه وبدات كتعنق فيا وكتبوس فيا. من بعد ما كنت عايش مقطوع من الشجره الحمد لله ولات عندي عائله وماشي غير عائله وصافي عائله كبيره. الخوالات عندي كانوا تقريبا شي 5 وجوج ديال العمامات.
عاد كاين خالي واحد في كندا، كلشي كيعيط وكيسول. واخا الحمد لله كانوا عايشين في حي شعبي، كانوا كاملين مصوبين. وحده في خواتاتي كانت غتطيح بالفرحه، قالت تخيل معايا يلا جاو الخطاب شي سيمانه دابا. الحمد لله الفرحه ديالي ولات جوج فرحات، خويا رجع وانا غادي نتزوج. مشات دوات مع خطيبه وقالت ليها بغيت نعاود الخطبه من جديد، شرحات لي بلي خوها رجع وبغاتهم يخطبوها من عندي. تخيلوا معايا لا احساس كيفاش داير. يلا شي 4 ايام دابا كنت عايش بوحدي وما عندي حتى شي واحد من غير والد وماما عايشه. دابا ولات عندي مسؤوليه ديال خواتاتي وديال الام ديالي وديال خوالاتي، هادشي بزاف عليا. فعلا تعاودت الخطبه وجاو جلسوا معايا في الطبله ودويت معاهم. من بعد قلت لهم ماشي معقول جايين تخطبوا بلا عريس، فين هو؟ نزاتني اختي وقالت لي راه خدام. لا خدام ماشي مشكل، خديت من عندها السميه ديالو والكنيه والنمره ديال لاكارت. ملي رجعت للخدمه كنت خدامه واحد الساعه وانا نتفكر، مشيت كنقلب عليها كنلقى الميكروب اكبر بزناس في الدب، غامق عليهم واحد الكراج ديال الفيدونج زعما ديالو هو غا مخبي فيه وكيبيع وكيشري في الحشيش. شحال خايبه، شنو غادي نقول لاختي دابا اللي غادا طيها بالفرحه؟ بقيت كنفكر شحال وجبت مع الوالد الموضوع. قال لي يا ودي سيقولها لاختك، بالعكس هكداتي معاه مزيان، اما احسن تعرف دابا ولا حتى يطيح الفاس في الراس. مشيت للدار وجلست مع اختي وقلت لها شنو بالك فداك السيد، شنو كتعرفي عليه؟ قالت لي انا مشيت سولت عليه قالوا لي عنده لافاج، هادشي اللي عارف عليه صافي. قلت له هو فين عارفك؟ قلت لي انا ملي كنكون غادا للخدمه شافني وجا قالها ليا، وقلت لي الا بغيتيني نجي لدارنا. ما عرفت كاع كيفاش نوصل لها الهضره. قلت لها اختي انت عارفه الخدمه ديال البوليس والخدمه ديالنا معقول، انا ما بغيتش نخسر لك الفرح ديالك ولا شي حاجه، ولكن انا ملي خديت السميه والكنيه ومشيت قلبت عليها لقيته بزناس، بزناس كبير، خو البوليس عاسين عليه مده طويله وفي اي لحظه يقدر يدخل الحبس. شنو بالك في هادشي كامل اللي قلت لك؟ ناضت مسكينه وباست لي يدي وراسي وقالت لي لهلي خطيك عليا اخويا اعتقتيني. جاب الله عاودت الخطبه في اخر ايامك غدا نتزوج بزناس، مصيبه كحله هادي. كانت مصدومه بزاف وما متيقاش هادشي اللي وقع. عيطت عليهم في التليفون قدامي وقالت لهم نساو داكشي كامل اللي وقع، ما بقيتش باغي نتزوج، غدوه مع ولدكم عمرت لك ليا في الطريق ولا غادي نقول لخويا نصيفطو فيني طابه. قطعت عليهم. فعلا ما كاملش 3 ايام تقريبا حتى سمعت الخبر ديالو بلي تشد وضربوه ب 7 سنين ديال الحبس. عنده التجاره والسكر العلاني والضرب والجرح المؤدي للموت. كانت غادا تزوج بمصيبه كحله ماشي ببنادم. خويا اللي صغار مني كان مكمل القرايه ديالو وكان باغي يمشي يكمل القرايه في كندا، وكان مضيف شي فلوس هاكم عارفين المصايف. طيب لما ضرب الحساب لهداك الشي كامل انا غادي نعاونك. فعلا خويا بقيت كنعاون فيه بشويه بشويه حتى صيفطتو. بقات اختي وحده اللي خدامه في العمليه. جات عندي اختي اللي اعتقت من داك الميكروب وقالت لي شوف عفاك اخويا سي مع اختي راه مريضه هادي، عندها مشكل في الخدمه مع شي قاد ديما كيتبسل عليها وحشمات تقولها ليك. دارت عندها وزراتها مشعر قالت لها هذا اخويا وخوك حتى انت هي ما غتبسطي في والو. صراحه هاد الهضره كانت كتفرحني بزاف، العكس ديال اختي الاخرى اللي كانت كتحشم بزاف وكانت باقا ما زعماش عليا دابا شنو واقع. قالت لي انا خدامه في العمليه والشاف اللي فوق مني كيتبسل علينا حنا كاملين، وراك عارف شي وحده الا ما بغاتش ولا دارت فيها كيبدا يقلب لها على السبه باش يصيفطها في حالاته. تعصبت بزاف، بقيت نحمل شي واحد يستغله الناس اللي ما فعلهمش. قالت لي انا اليوم غادي نخدم الليل، غادي نبدا من 8 الليل حتى 8 الصباح، صافي ان شاء الله مع ديك 11 ديال الليل غادي نجي لعندك. قالت لي صافي. فعلا وصلت 11 ديال الليل دخلت للسبيطار، بقيت كنقلب على داك الميكروب حتى لقيته جالس مع واحد الفاميليا كيكركب ويا. وقفت عليه قال لي شحال بالخاطر؟ قلت لي معاك البوليس. جمع الوقفه وقال لي شحال بالخاطر الشاف؟ شنقت عليه قدام داك البنت ولصقته مع الحيط. يلاه بغى يبدا يغوت ونزع عليه بواحد الصفيره. من بعد قلت لي في ودنيها شوف عندي لك واحد الفيديو، الا مشيت حتى دعيتك بيها غادي نغبى امك في الحبس. عندك حل واحد، غدا غادي ديميسيوني ولا تلقى راسك في المحكمه في اللي بغيتي. دار فيها مصدومه وما عارف والو. عاود زريت لعندي وقلت ليها عندي دريات كتحرش بهم، صواتك الاولى والثانيه والثالثه، اش بان لك فهادشي اللي كتقول؟ عاد عندي 3 ديال البنات هادو اللي مستعدين انهم يشاهدوا. من غير البنات الاخرين اللي صيفطتيهم في حالاتهم كنظني الا عيطت لهم ما غاديش يرفضوا فرصه بحال هادي باش يصيفطوا كلب ديال الخلا للحبس بحالك. قال لي راك ما عرفتيش عمي شكون واقيلا، الا كنتي تابوليسي عمي راه بتليفون واحد
الله يمو اختي صيفطوك للصحراء. انتي دابا ملي جبدتي امي في الهضره ولينا في بلان اخر. جمعتو بكبار حتى طاح الارض وبديتي كنعطي في بوطيات الكاش. من بعد دات لي مينوط وخرجتو من داك السبيطار. كنت عارفه الميكروب عنده شي معرفه هو اللي مدى الصوب بحال هكا. داكشي علاش عيطت للوالد، عاودت الفيلم كامل اللي وقع قاليا، عطيت التليفون قول لي عيط لمن بغا الله ينعلبوه. فعلا داكشي اللي كاين. من بعد ما جلستو في البيرو عندك ليه هاك تليفون عيط، بقى كيشوف فيا وقال لي واخا انا غادي نعيط. ويجبد التليفون ديالو فعلا عيط لشي واحد كيعرفو. بدا كيبكي عليه في التليفون وقال لي تعدى عليا انا ما دات ليه والو. من بعد 10 دقائق تقريبا بدا كيصوني التليفون ديالي. الميكروب دار رجل على رجل وبدا كيضحك. هزيت رجلي وضربتو بها الوجه وبديت تقاد في الجلسة. تقاد هو يجمع داك الضحك اللي كان كيضحك. دويت مع داك خونا وقلت ليه شكون معايا بعدا انت، عرفني بالسمية ديالو وقلت ليه خليك معايا. دويت مع الوالد وقلت ليه على خونا هذا اللي معيط ليه شكون هو، قال لي اقطع عليه وما دويش معاه انا غادي نتكلف به. عيط ليه الوالد صبنو مزيان في التليفون. تخيلوا معايا شنو وقع دابا. التليفون ديال داك الميكروب اللي كان جالس صونا. ملي جاوبو داك خونا ولا تيقول ليه ها اسمح ليا اسمح ليا والله ما كنت بغيت ديك المشاكل، شبع فيه معيوره وقطع عليه التليفون. حدو سالا داك خونا ولا باغي يبوس ليا اللي كيطلب فيا. كاش كاين دابا صافي تقعدوا ليك ناض كيبوس ليا في كتفي وفي يديا. قلت انا قلت لك اسيدي ما كاين حتى شي مشكل، غدا ان شاء الله غادي ديميسيوني وغدا كملتك من داك الخدمه خولا غادي نتحاسب معاك. خرج من عندي مدلول بحال شي كلب. مهم بقيت نهار كندوزو مع الوالد ومع ماما عايشه. خو يومين كندوزها مع الوالده ديالي، كانت مسكينه باقا ما شبعاتش مني. خو بيني وبينكم انا كثر منها، كانت كتعجبني الاجواء معاهم، كان فيها الضحك وكانوا عايشين بخير. كنت كنتمنى نكون عشت الطفوله ديالي معاهم، ولكن الخير فيما اختاره الله. من بعد عام تقريبا خويا مشى لكندا وخواتها تيتزوجوا بجوج. الدار خوات على الوالده وبقات عايشه بوحدها. داكشي علاش جبتها من داك الدار وسكنتها معايا في واحد السكنه اللي كانت قايبه للخدمه ديالي وقايبه حتى للوالد. ما دازش بزاف ديال الوقت حتى عيط عليه الوالد قال لي لقيت لك واحد بنت الناس وبغيتك تزوج بها. انا ما غاديش نبزز عليك ولكن شوفها الى عجبتك. انا كنت غادي نتزوج بهذيك البنت، المهم ما خصهاش للوالد. عاد زيد عارف الذوق ديالو كيفاش داير. فعلا داك البنت كانت الله يعمرها دار، كانت خدامه معاها وحتى هي كانت بنت الخيريه. وحيت شافها معقول وما فيهاش الزنديقه قال لي غادي نتزوجك الولي. وفعلا ملي شفتها ودويت معاها ما لقيتش معاها غرام ديال المشكل. تفاهمنا على كلشي وتزوجت انا وياها. حتى الوالده ديالي كانت فرحانه بزاف حيت البنت بيني وبينكم كانت ظريفه بزاف وقبلت تعيش مع الوالده. حتى لنا الخوت كتكون سالات قصه ديال اليوم. نتمنى تكون عجبتكم بزاف. نشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. تلاقاو في قصه اخرى الخوت. تهلاو.